اوكي محمد ابو صالح حياك الله تفضل. جواد ناصر حياك الله تفضل. محمد ما ادري محمد ايش حياك الله تفضل. ميوت اول ساسكتكم جميعا اسمحوا لي عشان الصوت هذا. الآن أحتاج إلى استجابة صوتية من سيادة الخبير الأستاذ علي أبو خمسين. تفضل أسمع صوتك. أهلا وسهلا، حياك الله حبيبي. حياك الله أستاذ الخبير. طيب إذا نحن جاهزون ننتظر الوقت، أمامنا دقيقتين من الانتظار ومن ثم سننطلق. الشاشة واضحة عندك أستاذي أبو حسين؟ واضحة بس ما أدري، أنا ما طلعت يعني أشوف الشاشة ثابتة يعني. أي أوكي فر بس أعمل السواب، أعمل السواب. شايف الآن شاشة الكمبيوتر عندي؟ شايف اللي قاعد أشر عليه؟ زين فنزل بارتسبنت، شوف أنت مبين عندي، شايف؟ مبين عندي هذا أنت. اوكي فانت بس يبيك تفر الشاشه تقدم او تنزل هذولي وراح يبين عندك. شوف الان انا حفر الشاشه، حروح الى مور بارتسيبنت، شوف نزلت اكثر، فانت ربما ترتيبك ما هو في الاول، فبمجرد ما تتكلم يظهر اسمك باولويه، مثل انا الان اتكلم يظهر اسمي باولويه وانت تتكلم يظهر اسمك باولويه، فالمفتوحين فقط للكلام انا وانت. واضح؟ لا واضح الموضوع؟ اي واضح. الحين شوف انت الحين مفتوح عندك، انا كويس. اوكي فيا استاذي بمجرد ما تتكلم شو يصير؟ تبين انت في الشاشه، وبمجرد ما تتكلم انا ابين في الشاشه. وحقيقه من جماليات التكنولوجيا ان احنا نقدر نشوف شاشات بعض ونقدر نشوف حتى السكرين شير، فهذه حقيقه جميله جدا جدا، فنقدر نتعلم من بعض. عموما ناخذ استراحه لمده دقيقه الان وسنبدا خلال دقيقه ان شاء الله. مهند راحت النص الثاني حقنا. لا الان فتحت كل الميكروفونات حقينكم. زملائي اعطوني استجابه صوتيه انكم تسمعوني وانكم اموركم اوكي. نسمعك يا دكتور. اوكي صوتك واضح يا دكتور. نسمعك. ممتاز جدا. اذا استاذي الخبير نحن على موعد مع الانطلاق خلال دقيقة. الآن اسمحوا لي تواصمتكم. أوكي فالآن أستاذي الخبير خلني أتأكدني بس I'm not muting you. أوكي تفضل أستاذي الخبير الأستاذ علي أبو خمسين، عطني استجابة صوتية أنك تسمعني حتى أقدمك. واضح الصوت إن شاء الله؟ تسمعني؟ واضح صوتي؟ أي أنا أسمعك تمام. أوكي خير إن شاء الله. طيب حياكم الله، نبدأ الآن. في ليالي معرفية يستضيفون آل هويدي بممثلهم الدكتور محمد حسين هويدي، يستضيفون في ليلة معرفية بلا شك أنها مليئة جدا، وأقول هذا ليس توقعا وإنما مما أرسله لي أستاذي الخبير الأستاذ علي أبو خمسين في ملف متكامل عن محاضرة الليلة اطلعت عليه فهو دسم للغاية. فننطلق على بركة الله. سأعود بالتعريف بأستاذنا الخبير بعد أن أستفز القليل من انتباهكم بمحاور الحديث التي سيقدمها.
نذهب بعيدا نذهب سريعا عفوا الى هذه حيث سيتكلم عن مقدمه سريعه ومن ثم بعدها وضع الاقتصاد العالمي الحالي بسبب تاثيرات كورونا وبعدها استعراض اثار الكورونا على مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي ومن ثم سينطلق الى استعراض التداعيات على البورصات العالميه والسؤال سؤال المليون كم ستستمر هذه الازمه وما هو السيناريو المتوقع و ما في صوت. نعم انا ابحث عن هذه النافذه انواع الدعوم الحكوميه والفئات المستفيده الكل يبحث عن ذلك الفرص الاستثماريه في ظل كورونا ومن لا يريد ان يعلم ذلك وكيف نتعاطى مع هذه الايجابيات حتى لا استنقص حق ضيفنا الكبير أسلمه الميكروفون بعد أن أعرف به فخبيرنا الأستاذ علي أبو 50 من مواليد الأحساء بالمملكة العربية السعودية مستشار اقتصادي وخبير تطوير إداري لأكثر من 20 عام ومن المهتمين بالشأن المالي والعقاري بالمملكة حاصل على شهادات عدة في مجال إدارة الأعمال وتقنية المعلومات الاقتصادية تخصص تسويق وضع رسالات عدة في تطوير استراتيجيات تسويق العقاري ونال العديد من الشهادات التقديرية لبحوثه العلمية في مجال تطوير وقطاع المال والأعمال بالمملكة وهو ناشط في الإعلام المحلي والإقليمي والكثير من التعريفات ولكني أتوقف لأقول لكم أن علاقتي بالأستاذ علي أننا زملاء دراسة منذ المرحلة الابتدائية وتربيت في بيتهم وتربى في بيتنا وحقيقة انفصلنا في الثانوية ولم نلتقي إلا على شاشات السي إن بي سي أنا كمتابع وهو كمحاضر تخيل أستاذي أننا كلنا شوق الآن حتى نرى ماذا ستقدم تفضل شكرا حبيبي يعطيك العافية الحقيقة يعني قبل أن نبدأ شكرا لتقديمك الكريم وما تفضلت به تعريفك الكريم كان يعني أكثر مما استحق لا أنا أستاذ ولا أنا خبير أنا يعني مجرد يعني هاوي على طريق الخدمات الاستشارية بديت حياتي كمستشار من 23 سنة تقريبا وما زلت إلى اليوم مستشار يعني يقال لي مثل ما تفضلت يعني مشكورا خبير وأستاذ ودكتور يعني في النهاية أنا علي أبو 50 لا نريدك أن تظن هذا الكلام وتحرمنا من مادتك الدسمة هذا شكرا لك هذا المئة يا حبيبي فقط شيء أشير له سنتكلم لمدة 10 دقائق ومن ثم نأخذ راحة بالأسئلة فتفضل ادلف سريعا فكلنا شوق إلى ما ستقول أولا نتقدم لكم بتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى أن يزيل هذه الغمة عنا عاجلا إن شاء الله ويحفظكم جميعا ويحفظ وطننا الغالي من كل سوء شكرا لديوان الهويدي اللي تحت الفرصة للمشاركة معكم موضوعنا الليلة يتعلق بموضوع حيوي موضوع الساعة وهو تداعيات كورونا على عالم المال والأعمال الحقيقة أنه الموضوع واسع ومتشعب وأرجو منكم جميعا يعني التحلي بسعة الصبر وإعطائي فرصة كافية لكي أستطيع يعني لم جوانب الموضوع بأقصى ما نستطيع من سرعة واختصار المهم في الموضوع أنكم ستجدون في نهاية المطاف كما تفضل دكتور خالد في استعراض المحاور أنه الهدف من استعراض النقاط التي سنعرض عليها هو أن نقدم لكم مادة علمية توصلكم في النهاية وتساعدكم في النهاية لاتخاذ قرار علمي سليم بحيث أنه نحن نحاول أن نخلق من الأزمة فرصة ونحن ننظر إلى نصف الكأس المليء وليس الفارغ لا شك أن نحن عالم الأعمال مر أو يمر الآن بأزمة عنيفة جدا طبعا الآن سنستعرض معطيات هذه الأزمة وسنبحر كثيرا في أعماق
استعراض آثار هذه الأزمة لكي يعرف من 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 يتجاهل هذه الأزمة ومن يعتقد أنها أزمة بسيطة وستمر وستعدي بسهولة، لا، يجب أن يعرف حقيقة الوضع، وثم بعد هذه المعرفة نفتح له آفاق كيف يستفيد من هذه المعرفة في تخطيط قراراته الاقتصادية بشكل علمي سليم، بحيث أنه يحسن من وضعه الاقتصادي. تحسين وضعه الاقتصادي يكون عبر اتباع أحد الاستراتيجيات اللي بنتناولها بشكل سريع. المهم أنه هذه في النهاية ستؤدي إلى أما تقليل المخاطر وأما تحسين الوضع وتعظيم المكاسب وأما خلق مركز استثماري عالي الجودة في ظل هذه الأزمة، وهذا هو في النهاية الهدف النهائي الذي نريد أن نصل إليه. طبعاً أنا قدمت هالمقدمة عشان أبرر لكم لماذا الآن سنستعرض معلومات كثيرة وجوانب كثيرة، بس لكي تدركون. طبعاً أيضاً جمهور المشاهدين ليسوا من صنف واحد، هم فيهم رجال أعمال، فيهم رواد أعمال، فيهم أفراد ليسوا رجال أعمال، فيهم موظفين. كل هذه الفئات هم مشمولين هذه الليلة باهتمامنا، وهم مطالبين بأن ينحوا بنفس المنحة، يتخذوا نفس التفكير الاقتصادي، لأنه في النهاية الجميع متضرر كأينما كان وضعه، هو متأثر وهو متضرر من هذه الجانحة. نبدأ بداية سريعة. في البداية طبعاً موضوع يعني سؤال يطرح، والحقيقة كثير يسألوني عنه، وحتى يعني في وسائل التواصل وفي المقابلات أسأل هذا السؤال، أنه كيف يعني يكون مرض يكون لها تأثير اقتصادي مدمر على الاقتصاد العالمي؟ هذا شيء يعني مو منطقي، وفعلا لمسناه حتى على مستوى قيادات بعض الدول في بداية الوباء، أنه لما ظهر في الصين قالوا لا هذا مرض صيني وبيظل محصور في الصين وانتهينا، مع أنه منظمة الصحة العالمية قالت أنه بعد فترة يعني بعد أسبوعين أنه سيكون وباء وبدأ ينتشر، وثم صنفوه إلى أنه جائحة عالمية. إذا نحن بالبداية يجب أن نعرف أن الاقتصاد العالمي الحقيقة هو مجموعة اقتصاديات الدول التي موجودة في العالم. اقتصاديات الدول هذه مترابطة ببعضها بشكل كبير، بحيث أنه نمو اقتصاد أي دولة يمس مباشرة بنمو اقتصاديات الدول الأخرى، وأيضا بالعكس انكسار أو انحسار في ضعف اقتصاد أي دولة يضر باقتصاديات الدول الأخرى. لماذا؟ لأنه اقتصاديات الدول النامية تغذي اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة، هذه تشتري منتجات وسلع التي تقدمها الدول المتقدمة، والدول المتقدمة تقدم لنا بأموال التي تحصل عليها منا تطور صناعتها وتقدم لنا سلع وخدمات جديدة وتقنيات وهكذا. فإذا العملية دولاب متحرك ومتسارع. المرض حينما طلع في بداياته كيف أثر؟ أثر بأنه بدأ يفصم عرى العلاقات الوثيقة بين الاقتصاديات الدولية، بحيث أنه أولاً بدأ لما ظهر في الصين أضعف الصين اللي تعتبر مصنع العالم، شل الحركة الصناعية في الصين، شل الحركة الإنتاجية في الصين، بالتالي دول العالم بدأت تعاني في البداية تعاني بشح البضائع وصعوبة الحصول على السلع والمنتجات التي نتعود على الحصول عليها من الصين. ثم بعد فترة وجيزة ما لبث أن المرض بدأ ينتشر من خارج الصين وبدأ يجتاح الدول، ثم دخلنا في مرحلة الإغلاقات لحدود الدول، وهذه أول مرة تحدث في التاريخ بهذا المستوى. هذا أثر على ماذا؟ أثر على تدفق التجارة الدولية. تدفق التجارة الدولية طبعاً يضر باتجاهات يعني بشعاع متصل من كل الاتجاهات من كل الجانبين، بحيث أنه الدول نفسها المصنعة تتأثر والدول المستوردة تتأثر، التدفقات النقدية من وإلى الدول المصدرة والمصنعة تتأثر، حجم التجارة بيني بين الدول تتأثر، وهكذا. كل هذا يصب في ماذا؟ يصب في أنه في النهاية اقتصاديات كل دولة تضعف. لما اقتصاديات الدولة تضعف هذا يعني مزيد من العبء الاقتصادي على المواطنين، في النهاية يعني ينصب على ضعف انفاق الحكومة الاستثمارية في البنية التحتية، ضعف انفاق الحكومة على المشاريع الرأسمالية والتشغيلية، هذا يعني عدم خلق فرص وظيفية جديدة على القطاع الخاص، هذا يعني يعني تتوالى الآثار بشكل سريع. إذا احنا الآن استطعنا ان ندرك انه هذا الوباء فعلا أثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، من هنا برزت أهمية الوقوف ودراسة هذا التأثير بشكل حقيقي. الآن أيضاً مضطر أن أقف عند هذه النقطة، أنه يجب أن نعرف ما هو وضع الاقتصاد العالمي الحالي، بحيث أنه يعني هل نحن نبالغ إذا قلنا أنه كارثة وآثار مزلزلة وهالكلمات الرنانة، أو أنه طبعاً نحن شاهدنا في الإعلام، والإعلام الحقيقي بنوعيه المتخصص والغير متخصص، شاهدنا أراء كثيرة
متضاربة تحمل اتجاهات احيانا يعني تكون عكس. واحد يقول نحن سنقدم على كارثة، واحد يقول لا هذه أزمة بسيطة وتعدي. طبعا يعتمد على معطيات المعلومة المتاحة للشخص الذي يقدم هذه المعلومة. لذلك الآن أنا لن أتكلم عن آراء محللين وآراء اقتصاديين، لا لا، سأعتمد على قيادات العالم الاقتصادية. الرأس قيادات العالم الاقتصادي هو منظمة صندوق النقد الدولية والبنك الدولي، وهذه المؤسسات الدولية وما شابه من مؤسسات دولية هي التي تقود الاقتصاد العالمي والتي تخطط للاقتصاد العالمي. السيدة جورجينا كريستالينا رئيسة منظمة صندوق النقد الدولي ماذا قالت؟ الحقيقة أنا يعني سأقرأ نص التقرير، طبعا سأستعرض ثلاث تقارير. هذه الثلاث تقارير عرضت كلها ثلاثة قبل أقل من شهر يمكن ونيف، حينما عقدت اجتماع القمة العشرين الذي عقد عبر تقنية الفيديو. كان مقرر عقده في السعودية في الرياض، ولكن نظراً لظروف المرض تم عقده بتقنية الفيديو. هذه ثلاث تقارير عرضت على هذه القمة، أي أنها تقارير من أعلى جهة دولية موثوقة، وأنها عرضت على أعلى قيادات دولية، وهي قيادات القمة العشرين، هي التي الحقيقة الاقتصاديات الأكبر في العالم. تقول بالنص السيدة جورجينا أن العالم يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. إذن هي شخصت هذه الجائحة أنها أسوأ كارثة اقتصادية، أزمة اقتصادية. أيضا قالت أن الدول العالم النامي سيحتاجون مئات المليارات من الدولارات كدعم لدعم لقدرتهم لمواجهة هذه الجائحة. أخيراً قالت في هذا المقطع أن خسائر العالم الاقتصادي بسبب الكورونا قد تصل إلى 9 تريليون دولار في عامي 2021. عشان أكون أمين وياكم، في تقرير آخر من أحد يعني وكالات الاقتصادية العالمية يعني الكبيرة بلومبير قدرت هذا الرقم ب 5 تريليون دولار. رئيسة منظمة الصندوق الدولي قالت أنه 9 تريليون دولار. طبعاً يمكن لأنه ذاك التقدير كان في بداية الأزمة، وهذا التقرير حديث ويعرض على قمة العشرين، لذلك كان يعني يستهدف أن يكون في شكل توقع أقرب ما يكون إلى الحقيقة بدون أي مجاملات. تقرير آخر بحسب منظمة العمل الدولي، وهذا أيضاً التقرير عرض في اجتماع قمة العشرين، قدر بأنه تم إلغاء 76% من ساعات العمل على مستوى العالمي، بما يعني فقدان 160 مليون عامل وظائفهم بشكل كامل خلال هذه الفترة. تقرير آخر الثالث حقيقة يتكلم عن أعد من قبل جامعة بريطانية وجامعة أسترالية، أشار بأنه على الأقل 500 مليون شخص متجهين إلى الفقر، وفي أعلى التقديرات قد يكون هذا 500 مليون قد يصل إلى 2 أو 3 مليار، حسب طبعاً مدة طول الجائحة ومدى تفشيها ومدى سرعة التحكم فيها. هذا كله يؤثر على هذا الرقم، ولكن بحد أدنى قد يكون الآن الذي تحقق 500 مليون شخص. طبعاً هذه معظمهم من الدول الفقيرة ومن دول ليس منه دخل أفريقيا الآن. إذن من خلال هذه المعلومات نحن يعني الآن أي شخص عاقل يسمع هذا الكلام يدرك أنه لا والله مو علي بـ50 ولا فلان الفلاني، لأن نحن نتكلم عن مصادر موثوقة تشير أننا أمام أزمة اقتصادية عالمية. إذن أنا كفرد أو كمستثمر صغير أو كبير أو حتى كدولة مطالب أننا أكون لدي خطة وآلية واستراتيجية معينة للتعاطي مع هذه الأزمة، لكي مثل ما قلنا أما أقلل الخسائر أو أننا أخطط أن أكون قادر على استئناف هذه الأزمة، أو لا والله يمكن أستفيد، وهذا ما نبحث عنه، وهذا طبعا المفروض أنه يكون دورنا كمستشارين اقتصاديين أنه نعرض الصورة ونعرض الجزء الذي يفيد للوصول إلى اتخاذ هذا القرار الاقتصادي في النهاية. إذا الآن ندخل على استعراض المفهوم لما نقول أنه يؤثر على الاقتصاد العالمي وأنه يؤثر على اقتصاديات الدول. طيب اقتصاديات الدول والاقتصاد العالمي متكون من ماذا؟ متكون من مجموعة قطاعات اقتصادية. هذه المجموعة القطاعات الاقتصادية خلنا نشوف كيف تضرر كل واحد فيها وكيف كلها بعدين أثرت على مجمل الاقتصاد العالمي وكيف تداعت وياه. اولا نبدا بالقطاع الصناعي. القطاع الصناعي الحقيقه هو اول قطاع انضرب في هذه الازمه، انضرب بشكل مباشر. ليش؟ لانه
طبعا من اول ما بدات اول ما شخص المرض وبداوا يتعرفون عليه طلعت موضوع التباعد الاجتماعي واصدروا قرارات الحظر والمنع، بالتالي اوقفت المصانع كما حدث لدينا في المملكه العربيه السعوديه مؤخرا انه اوقفت المصانع طبعا مع استثناء القطاعات المهمه صناعات غذائيه بعض الصناعات الغذائيه بعض الصناعات الغذائيه المهمه والصناعات الطبيه والدوائيه بعضها ايضا ليس كلها يعني بالتالي انشل القطاع الصناعي. لما ينشل القطاع الصناعي هذا ما يعني، هذا يعني انه ينشل القطاعات ذات العلاقه بهذا القطاع. اولا الموظفين الذين يشتغلون في هذا القطاع يتوقفون عن العمل وربما يكونوا معرضين للتسريح او على الاقل تخفيض مداخيلهم، وهذا هنا تبدا الاثار اللي قلت لك على الافراد. وايضا من جانب اخر القطاعات ذات العلاقه مثل قطاعات اللوجيستيك والسيرفيسز والماتيريال سبلاي والرو ماتيريال، كل القطاعات اللي ذات العلاقه بشكل مباشر مع القطاع الصناعي بتنشل، وهذا بيأثر ايضا على القطاع العقاري الصناعي الذي يخدم القطاع الصناعي، مستودعات صناعيه واراضي صناعيه و كل هذه في النهايه تشكل حيز مهم او رقم مهم من مجمل الناتج الوطني. بالتالي لما يضعف هذا الرقم معناته انه يضعف مجمل الناتج الوطني، معناته حجم الاقتصاد بدا يقل وينكمش. الحقيقه في مشكله في القطاع الصناعي، طبعا في شيء اعراض ظاهره العيان ومباشره وفي اعراض مخفيه، انا ضيق الوقت ما اقدر يعني اتعمق كثير في استعراض المعلومه، ولكن يعني بشكل سريع القطاعات الصناعيه دي مختلفه. في قطاعات صناعات ثقيله، قطاعات صناعات ثقيله دي ذات رؤوس اموال كبيره، صناعات الحديديه وما شابه وصناعات الاسمنت وصناعات المعادن ذي اذا والبتروكيماويات ذي اذا توقفت معناته تتعرض لكارثه اقتصاديه كبيره جدا. ليش؟ لانه المواد الخام اللي في الدوره التشغيليه كلها راح تتلف، ودي عاده تقدر، انا يعني شغلنا اعداد دراسات جد اقتصاديه، عاده تقدر ب 20 الى 25% من تكلفه المواد الخام المستخدمه طول السنه تكون في الدوره التشغيليه الاولى لهذه المصانع بالذات مصانع الحديد. بالتالي هذا فضلا انه الخط الصناعي قد يتعطل ويحتاج ان احنا نبدله نتيجه لهذا التوقف، بالتالي المصانع عاده ما تتوقف. الان وصلت الى درجه يعني بعضها توقف بالكامل بعضها شبه توقف، بالتالي كلها تعرضت لخسائر كبيره. صناعات البتروكيماويات ايضا نفس الحكايه عانت وتوقفت، وهي تحتاج لاعاده تشغيلها ما يسمى بالريستارتنج وصيانه اعاده التشغيل وقطع غيار، ويعني مصاريف كثيره ذي خسائر راسماليه تضر باقتصاديات هذه المصانع. في النهايه القطاع الصناعي عشان ما يعني ما اطول فيه كثير تعرض لضرر كبير وضخم الحقيقه، مع العلم انه هو مثل ما قلنا الايقاف قد الان ما استمر الا يمكن شهرين وربما ما يستمر فتره طويله، ولكن مجرد فكره التوقف ذي تضر في ثقه المستثمر في القطاع. يعني احنا شفنا شركه ابل اللي تستثمر في الصين لما صار الحظر في الصين ما قدرت 60% من قطعها تستورد من مصانعها اللي في الصين ما قدرت تجيبها، بالتالي شلت حركه الانتاج عندها، بالتالي ان توقفت قدرتها على تلبيه متطلبات العملاء، وذا اثر على موقفها في السوق بشكل كبير لصالح طبعا المنافسين سامسونج وهواوي. وهذا الشيء الحقيقه من احد اثار الكورونا اللي تترك على القطاع الصناعي انه سيعاد توزيع خارطه الاستثمار الصناعي العالمي بعد الكورونا، وحتى على المستثمر المحلي. يعني انا عندي مصنع في المدينه الصناعيه الثانيه ما اقدر اروح له لانه مقفل ولانه في حجر، بالتالي انا عندي مصنع معطل مو قادر حتى انا اوصل له، عماني وقادرين يوصلون له، بالتالي هذا من الاثار الاقتصاديه اللي والقرارات الاقتصاديه اللي بتترك على هذا القطاع بعد انزياح هذه الازمه ان شاء الله. طيب استاذي الخبير الان خذنا 13 دقيقه منذ بدانا، الله يخليك احتوجك معليش. ان اردت ان مثلا خلال دقيقتين تتوقف وتتيح بعض الاسئله او اردت تتواصل هذا خيارك. لا نكمل القطاعات حبيبي، تعطيني مثلا 7 دقائق اضافيه 8 دقائق نكمل القطاعات وبعدين ندخل الاسئله عشان يكون في كم معلومات كافي انه يتوجهون بالاسئله. اوكي حبيبي واستعجل ان شاء الله. طبعا في موضوع القطاع التجاره، القطاع التجاره طبعا لما تنشل القطاع الصناعي يضر تلقائيا لذلك قطاع التجاره. قطاع التجاره تعتمد على توريدات من المصانع سواء مصانع محليه او مصانع خارجيه، بالتالي ايضا بعد حدوث الحظر وعدم قدره نقل البضائع من المستودعات الى المعارض واقفال المعارض في المراحل الاخيره، هذه شلت حركه التجاره. وحركه التجاره طبعا مثلا عندنا في السعوديه اللي بقى عندنا فقط متاجر الاغذيه والصيدليات
وبعض المتاجر الأخرى ذات العلاقة بمتطلبات المحنة كل هذه لا تشكل 20% تقريبا من حجم إجمالي المبيعات اللي مبيعات التجزئة في السوق السعودي، وهذا يعني خروج ما يقارب 80% إلى 75 إلى 80% من المبيعات من السوق خلال هالشهرين. هذه كارثة اقتصادية ضخمة ستضر باقتصاديات ورؤوس أموال الشركات التي تمتلكها المتاجر وسلاسل المتاجر الكبرى ورجال الأعمال الذين يمتلكون هذه المعارض التجارية. طبعا هم متحملين مصاريف الإيجار، متحملين مصاريف الرواتب العمالة، الرسوم الحكومية، الكهرباء، غيرها، كل هذه مصاريف تدفع، ولكن لا يوجد هناك تشغيل، بالتالي هذه خسارة تراكمية بتضرهم وبتعيق من قدرتهم في العودة، وهذا نتكلم عنه في الجزء الثاني بعدين إن شاء الله. طبعا هذا ايضا فيه تسريح العماله، وبالتالي تسريح العماله هذه يضر بالقدره الشرائيه والانفاق الشرائي في البلد، هذه يضر الانفاق الاستهلاكي في البلد، هذه ينعكس على دوره النقود وتوليد النقود في الاقتصاد الوطني، هذه كله اضرار متراكمه وكارثيه على الاقتصاد. نجي حق قطاع النقل، قطاع النقل طبعا الحقيقه تعرض بشكل ايضا ضرر كبير. قطاع النقل ثلاث قطاعات، نقل بري وبحري وجوي. الجوي خلنا نتكلم عن البري والبحري. البري والبحري تعرضوا لضرر كبير بسبب حظر النقل وإغلاق الحدود. النقل البحري أيضا انشل بسبب أنه التصدير توقف من الصين ومن الدول الصناعية، وبالتالي ما في، والطلب أيضا المحلي انحسر، بالتالي صار في تعطل كبير في حركة النقل البحري. الرقمين ذلك يمثلون أيضا لهم أثر غير مباشر، أنه النقل البري والبحري ذي يجيبون بضائع فيها جمارك، فيها ضرائب، هذا أيضا مصادر دخل لإرادة الدولة، أنه توقفت هذه أيضا انعكست على سلبا على حجم الإيرادات المحصلة للدولة، بالتالي تمس مباشرة بحجم موازنة الدولة، وبالتالي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني. القطاع الجوي أيضا انهار انهيار كامل. ليش؟ لأنه حركة السفر توقفت بين المدن، بالتالي أصبح ما في سفر بين الدول الدولي، وحتى بعدين وصلنا إلى الداخلي بين المدن والمناطق، هذا يعني توقفت أساطيل شركات النقل الجوي، وطبعا هذه تكلفة عالية جدا جدا جدا، يعني الطائرات بمئات الملايين، لما تتوقف 50 طائرة 60 طائرة 200 طائرة في مطارات، المطار نفسه ينشل حركته، المطار نفسه يمثل إيرادات مهمة لأي دولة ولأي اقتصاد، يعني مثلا مطار دبي، مثلا مطار دبي نشوف كم حجم إيراداته، رقم مهول، بالتالي المطار نفسه هو استثمار رأسمالي ضخم لأي دولة، وأيضا انشلت المطارات، هذه كلها انعكست نتيجة لهذا المرض، وهذا أيضا يصب في النهاية إلى تعطيل نمو الاقتصاد الوطني ويخلق بطالة إضافية ويسبب عجز إضافي، بحيث أنه الدولة تصبح مضطرة للصرف على المرافق الموجودة للصيانة، ومضطرة للصرف على الموظفين لكل الرواتب، ومضطرة للصرف على مصاريف التشغيل لهذه المطارات، كل هذه أصبحت خسائر محققة بعد أن كانت مصادر إرادية. من جانب آخر أيضا هذا القطاع مؤثر بقطاع السياحة الذي انشل بسبب هذا الموضوع، سنستعرض لاحقا. هناك أيضا تداعيات الكورونا على الخدمات الحقيقة أيضا انشلت وأصيبت بشلل شبه كامل، وهذا يعني الخدمات موظفين مباشرة، يعني أكبر قطاع يحتاج موظفين قطاع الخدمات، رأس المال الأكبر هو قطاع رأس المال البشري، وانشل بسبب توقف والإغلاق والحظر، وهذه كل معناته أصبحت هذه الوظائف عاطلة، أصبحوا محتاجين إلى صرف من الدولة على أساس أنه يغطونهم عسى ما يصبحون عالة على المجتمع أو يصبحوا مصدر يعني تهديد للأمن الاجتماعي، وأيضا فقدنا قدرتهم الشرائية بسبب أنه عدم حيازتهم على دخول، هذه كلها تضر في الاقتصاد ودورة الاقتصاد الوطني. نجي حق الآن القطاعات الثقيلة المهمة، الزبدة يعني الكبيرة، المصرفي، القطاع المصرفي والخدمات المالية. المشكلة في القطاع المصرفي أن القطاع المصرفي هو أكبر قطاع ضر بسبب هذه الأزمة، وده غريب يعني أنه يقول لك ناس المصرف تشتغل في خدمات أونلاين، في لكن خلنا نشوف هذا الجانب الجيد، لكن خلنا نشوف الجانب السلبي اللي صار فيهم، أنه كل قطاع من القطاعات اللي قلناها سابقا خسارته اللي صارت هذه خسارة مضاعفة بالنسبة للبنوك. ليش؟ لأنه في النهاية إذا ليها القطاعات هي اللي تمد القطاع المصرفي بالأموال، والأموال دي هي روح المصارف، الأموال دي المصارف تتلقى الإيداعات وتعيد توزيعها وإعطاها للعملاء كقروض، وتحقق من هذه العملية
حصولها على فوائد اللي تمثل أرباح البنك. أكبر مصادر دخل المصارف هو عملية الإقراض، وهناك خدمات أخرى أيضا انشلت بسبب ضرب التجارة، هذا أثر على الضمانات البنكية، أثر على التحويلات المالية، أثر على الاعتمادات المستندية، أثر على كل الخدمات المالية الأخرى التي تقدمها البنوك وتحصل عليها فوائد خسرتها بسبب هذا الموضوع. وكذلك الحال في قطاعات النقل، وكذلك الحال في قطاعات التجارة. قطاعات التجارة هي أكبر مصدر للنقد الكاش، لأنه متاجر البيع التجزئي يبيعون كاش أو يبيعون كريدت بالبطاقة، وكل هذه فلوس تجي في البنك في نهاية اليوم. البنك الآن خسر هالمصادر الإرادية، هذه معناته انحسرت قدرته على الإقراض. هذا معناته إيش؟ معناته ضعفت قدرته على الإقراض، ومعناته صار عاجز عن أن يؤدي الدور الأساسي المنوط به اللي يخلق له الإيرادات والأرباح. طبعاً قطاع المصارف هو أكبر قطاع يحقق أرباح في الاقتصاديات عادة العالمية، وإحنا أيضاً في السعودية بنفس الحكاية. بالتالي ضرر قطاع المصرف يكون تراكمي ومؤثر، لأنه يعوق حركة النمو في القطاعات الأخرى. لما يجيني مصرف يبغى يقترض وما عنده المصرف يعطيني فلوس، معناته خسرت الفرصة الاستثمارية المتاحة في المصنع، ومعناته خسرت الإيرادات المحققة للمجتمع واللي يسمونها القيمة المضافة الاقتصادية التي يحققها هذا المصنع للمجتمع، وأنه يشغل وظائف، وأنه يزيد دورة النقود، وأنه يقدم منتج وطني بدل ما يصير منتج أجنبي، وأنه يوطن دورة الأموال، مكاسب كثيرة ما نقدر نستعرضها بشكل كامل. وكذلك الحال لو أنا بفتح مستوصف، خسرت الخدمة الطبية، وخسرت توظيف أطباء، وخسرت تأجير المبنى، وخسرت المواد الخام. فبالتالي الضرر هنا الناتج في القطاع المصرفي الحقيقة هو ضرر مضاعف. المشكلة في القطاع المصرفي أيضا هناك آخر شيء آخر، أنه ضعف تحويل عملية التحويلات المالية من وإلى، التحويلات المالية من الداخل إلى الخارج، والتحويلات المالية من الخارج إلى الداخل، ذي انضربت وأثر كثير. هذه معناته أنه خسر إيراد، وخسر أموال، وخسر نقد أجنبي. هذا المهم عندنا في الموضوع، جزء مهم يجب ما نغفله، ولكن حق الاستعجال يعني ما في وقت أنا يعني أعطيكم حقكم من بشرح المعلومة. الحقيقة نجي حق النقطة الثانية، النفط. في كلامي قال يعني في المصارف نوعين، في مصارف إسلامية وتجارية. المصارف الإسلامية انضربت ضربة كبيرة، ليش؟ لأن هذه معتمدة على المرابحات والمضاربات. لما يصير الآن في وضع الإخلاق، ويصير ما في أصلاً سلع تنباع، ويصير أصلاً ما في سلع موجودة، ويصير أصلاً ما في طلب، هذه مساكين دلي راحت عليهم. فبالتالي ضرر أيضاً كبير، والاقتصاد المصرفية الإسلامية قاعدة تكبر في السعودية عندنا، وانضرت الحقيقة بشكل كبير بسبب الموضوع. تداعيات الكورونا على النفط، هذا النفط هو باب المصدر الدخل الأكبر لنا، وهو باب الرزق الأول بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية، وفي بالنسبة للعديد من الدول طبعاً، مثل روسيا، مثل العراق، مثل فنزويلا، مثل كل النرويج، الدول المعتمدة على النفط. النرويج طبعاً عندها مصادر دخل أخرى بجانب النفط، نيجيريا وغيرهم من الدول، دول الخليج طبعا، الكويت والامارات وقطر وما شابه. النفط المشكله شيء اللي صار فيه النفط، ابغيك تعطوني دقيقتين تركزون معي فيه. النفط صار فيه مشكله مركبه. النفط اولا عشان يعني نختصر بشكل سريع جدا، يعني انا محبط، انا ودي اتكلم يعطيكم يعني اعرض المعلومه. النفط المشكله فيه انه قبل حدوث الكورونا تعرض لضربه. ايش هي؟ انه مع قدوم الرئيس الأمريكي وانتهاجه لسياسة الحماية التجارية والانكفاء للداخل وأمريكا أولاً، هذا معناته سوى خلق أو نتج عنه حرب تجارية مع الصين، تطورت خلال 3 سنوات، وصلت في السنة الثالثة الأخيرة إلى حرب تجارية معلنة، وفرض رسوم وضرائب على الواردات الصينية، وكل شوي هذه تفرض ضرائب أمريكا والصين ترد عليها. أمريكا بدأت ب 300 مليار والصين ردت ب 120 مليار، بعدين أمريكا زادت 80 مليار وجدت الصين زادت 200 مليار، وصلنا إلى تصعيد وحرب خطيرة جدا. هذا أثرت على نمو الاقتصاد العالمي، هذا حد من نمو الاقتصاد الصيني، هذا حد من قدرة طلب الاقتصاد الصيني للنفط السعودي، وهنا حدثت المشكلة على النفط من 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 أثر هالمشكلة هذه. انخفض سعر النفط لأنه قل الطلب عليه بسبب انحسار نمو النفط الصيني اللي كان يقفز في 7 سنوات الأخيرة قفزات، بدأ ينحسر في 3 سنوات الأخيرة بسبب الحرب التجارية الصينية الأمريكية. وأيضا
معها شويه مع عوامل اخرى، مع الحرب مع الدول النافتة، والحرب مع يعني بعض الجهات الاخرى التي امريكا دخلت فيها سياسات صراعات حول سياسه الحمايه التجاريه، وانسحبت من مجموعه من الاتفاقيات الدوليه بسبب هذا الموضوع. المشكله الثانيه بدات في النفط، وهي الضربه القاسمه لظهر النفط لما جاءت كورونا. وضربت وين كورونا؟ اول ما ضربت في الصين. الصين هي قلنا مصنع العالم الاكبر، وهي اكبر دوله تطلب بعد امريكا يعني، بس امريكا عندها بترول، الصين ما عندها، تستورد كل منتجاتها. بالتالي الو معك، نسمعك، تفضل كمل. عظيم. شفت كيف انقطع. اللي صار انه لما ضربت جت المرض وضرب الاقتصاد الصيني، انحسر، بدا طلب النفط على الصين من الصين انحسر بشكل كبير. هنا صارت مشكله انه كل الدول بدات تحس بخطر قادم عليها، ولذلك تحاول زياده رقعه عملائها، يعني تزيد رقعه عملائها وتتوسع، وبدات حرب بين الدول في الاستحواذ على اكبر عدد ممكن من الدول. السعوديه حست انه في انتهاكات تتم على الاتفاقيات الدوليه الاخر، اتفاق اوبك بلس، وظلت ساكته لان انتهى اتفاق اوبك بلس. طلبت من روسيا ان هي تمدد الاتفاق بالشروط الجديده اللي تحفظ استقرار السوق، روسيا رفضت. السعوديه اتخذت قرار استراتيجي وتاريخي وكان حاسم وكان في محله، واغرقت السوق بالنفط. نتج عن ذلك انه خلال اسبوع انهار أسعارة النفط، انهار الصراع والتعند الروسي. جات روسيا طلبت أن تدخل مرة ثانية، أمريكا دخلت ضغطت على روسيا أن تقبل وتوسطت للم الموضوع، وفعلا حدث اتفاق تاريخي ممتاز جدا اللي هو اتفاق أوبك بلس الثاني، ونتج عن تخفيض بعشرة مليون. ولكن المشكلة أنه القابل اللي موجود في السوق 25 مليون 27 مليون كما يقدر، وحدد 25 مليون والفائض العرض اللي موجود، وبينما الطلب فائض الطلب العرض اللي موجود، بينما الطلب فقط احنا خفضناه ب 10 مليون، وهذه هي المشكله. وصار انه التخفيض اللي اقروه غير كافي، وصرنا نحتاج الى تخفيض مزيد من هذا من كميات انتاج النفط الدوليه. هذا يعني تخفيض، يعني يعني نحن ميزانيه الدوله تقل بقيمه المبيعات اللي فقدناها. هذا كله انعكس سلبا على مصادر الإيرادات المحققة من النفط. وطبعا لما تفشي المرض وزاد، صار ما في قطاع صناعي يشتغل، ما في قطاع نقل يشتغل، ما في قطاع بحري يشتغل، ما في طائرات تشتغل. كل هذه أثرت على الطلب على النفط وعلى مشتقات النفط، وهذا معناته أنه حتى محطات تكرير النفط بدأت تقلل من طلبها على النفط بشكل كبير، وهذا صار في فائض. هنا صار انهار سعر النفط، مثل ما شفنا شهر قبل أسبوع انهار أسعار خام النفط غرب تكساس تسليم عقد مايو، إلى أول مرة في التاريخ وبشكل دراماتيكي يكون دون الصفر، لا بسالب 37 بويد ما أدري 63 سنت للبرميل. يعني 37 دولار تدفعها لكل برميل تكلفة تخزين. هذا طبعا الناس يقولوا ليش، يعني شلون بيصير يعطونك فلوس؟ لا ما يعطونك فلوس، هذه تكلفة تخزين للشخص اللي يملك النفط. إذا هل انهيار الكارثي في النفط، طبعا بجانب مثل ما قلنا انه هو انخفاض الطلب في القطاعات الاخرى، اثر كله في النهايه في ميزانيه الدوله وفي قدره الدوله على تحمل هذا الضرر. وهذا ما يبغى له تفكير، هذا مباشره يعني ينعكس الدوله منين تجيب فلوس. كل الدول في العالم منين تجيب فلوس؟ تجيب فلوس من الايرادات اللي تحصلها. اذا قلت هالايرادات معناته انه قلت قدرتها على الانفاق، بالتالي اصبح الفرد معرض للخطر، خاصة مثل احنا في المملكة العربية السعودية او الدول الشرق الاوسطية او الدول خلينا نقول يعني اللي ما عندها اقتصاد قوي بحيث انه متنوع ومصادر ايرادات كثيرة. احنا كنا ماشيين في الرؤية الوطنية 2030، جاتنا هالمشكلة شلت قدرتنا على تنفيذ الرؤية الوطنية اللي كنا نطمح بالوصول اليها. وكذلك الحال في دول العالم كله، مثل ما قلت لكم في تقرير جورجينا كريستالينا انه كان مستهدف الوصول في 2030 الى تخفيض الفقر لسقف ادنى يصل اليه العالم في اول مره في هذا التاريخ. الان بعد هذه الجائحه هي قالت بالضبط كذا، هذا الحلم تلاشى. بالتالي هذا هنا حجم المشكله بين عندنا بشكل حقيقي، وعرفنا ان احنا كافراد كائنما كان وضع الاقتصاد، رجال اعمال كبار صغار متوسطين افراد معرضين لمخاطر حقيقيه. ولكن مثل ما قلت لكم ابغيكم تظل عندكم هالجزء موجود، احنا
يجب ان نبحث عن الجانب المشرق، وهل فعلا في جانب مشرق ولا ما في. مو القصه انا جاي ابث امل ولا ابث روح تفاؤل، لا لا، القصه نحن نقف على حقيقه، فعلا في ولا ما في، اذا في يجب نستفيد منه وكيف نستفيد منه، هذا الجزء اللي احنا نبغى نوصل له. وانا هالكلام ذا كله في النهايه بنترجمه وبنصبه في الجزء اللي قلنا عليه. ايوه دكتور فهد تفضل حبيبي، خلصت انا. تسلم استاذي الخبير. بالفعل اثار كارثيه على مختلف القطاعات، لكن الآثار الكارثية التي حلت علي أن انقطع النت من الكمبيوتر حقي، فعليه الدكتور محمد حول إدارة النقاش إلى جوالي بدلاً من كمبيوتري، لأن يبدو أن هذه الآثار الكارثية ما سلمت منها أنا، لأن النت ما تحملها الكمبيوتر قطع عمرك. إضافة إلى شيء ثاني، يبدو أنه آثار كارثية على بعض أخواننا المنضمين، فأنا أرى يا دكتور محمد الأخت مها المحسن والأخ رسول جيريفاي ما هم قادرين ينضمون، فيا حبذا أنكم تتواصلون معهم أو تقول لهم. أختي مها المحسن عندك زر في أسفل الشاشة على اليسار، اضغطي عليه، في عليه سماعتين، قولي لا أبي أتواصل، هو يدخلك في السيستم. الآن ربما أنت تسمعيني لكن لا يمكنك أن تتواصلي معنا. إضافة، من يعرف الأخوان هذول يكلمهم بالجوال عشان يستفيد من الموضوع. بالنسبة لي أنا أخوي الدكتور محمد، إذا كنت تسمعني، لا أنا شايفك، انقل التحكم، لأني حتى ماني شايف من رافع يده، زين، من البارتيسيبنت ماني شايف أحد رافع يده. أما بالنسبة للجوال الثاني فشيله. أيضا الأخوان في ديوانية المقهى الثقافي، تخيل عندكم تحكم، ساعدونا في أنكم تعطونا إدارة للنقاش حتى نأخذ أسئلة. الآن أخوي الدكتور محمد إن كان لديك في الشات أي سؤال مكتوب فتقدر تواصل معه حتى يتضح لي من هو رافع يده من ليس رافع يده، لأن أنا ما عندي التحكم الآن. حول التحكم لي إلى الجوال، أنا قاعد أحاول أدخل الشات الآن، فما عندي حقيقة أسئلة في الشات، ما عندي أسئلة في الشات، فنبي نشوف رفعة اليد. ما لم يأتني التحكم أو واحد يأخذ التحكم غيري. دكتور خالد اسمعني، تفضل. لا يزال انت الهوست، اللي يشوفك هنا الكل يشوف انك انت الهوست. الان ظهر عندي الاستاذ سعيد الجارودي لديه سؤال. ايوه الآن... انت الهوست الان، تفضل. ايوه لان انا كنت هوست بالجوال الثاني، ف اي ويل انميوت. الدكتور سعيد الجارودي حياك الله، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام، تفضل سؤالك. سؤالي بالنسبة للجائحة الكورونا هذه، تأثيرها على رؤية 2030، هل تتوقع، يعني هل من المتوقع أنها راح تأثر على يعني تنفيذ الرؤية، بحيث أن احنا بالفعل في 2030 كل ما وردت الرؤية خصوصا الأشياء الاقتصادية مثلا راح تتأثر، وكيف مدى تأثيرها على تنفيذ الرؤية 2030؟ تفضل أستاذي الخبير بالإجابة. طال عمرك الحقيقة، يعني الحين أنا أتكلم بصفتي شخصية، يعني أنا يعني ما أتكلم بصفتي متحدث للاقتصاد الرسمي، لا أتكلم بصفتي شخصية كمراقب اقتصادي الآن. مما لا شك فيه أنه البرامج الرؤية الوطنية ستتأثر حتماً بجائحة كورونا بشكل كبير. لماذا؟ لأنه من البديهيات أنه حينما تم وضع هذه الرؤية لم يكن مأخوذاً بالحسبان أنه سيكون هناك انتكاسة اقتصادية بهذا الحجم. طبعاً هي انتكاسة اقتصادية عالمية وليست محلية، بالتالي نحن كاقتصاد سعودي جزء من الاقتصاد العالمي ومرتبطين في الاقتصاد العالمي بشكل مباشر عبر ارتباطنا بتصدير النفط لدول العالم، وتأثر إيرادات النفط هذه يعني تأثر مباشر علينا. طبعا يمكن أقول أنه بفضل من الله أنه تم خلق بعض المصادر ونجحوا في خلق بعض المصادر الإيرادية لدعم إيرادات الدولة ولتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية. هذه المصادر التي نجحوا في تحقيقها هي الآن فادتهم في سد الحاجة وسد العجز الذي سينتج عن الضرر الحادث بسبب كورونا. هذا من جانب. الجانب الآخر أنه إحنا شفنا أن الرؤية الوطنية هي مجموعة برامج
ومبادرات مخططة بجداول زمنية معينة. طبعاً كان عندنا مرحلتين، مرحلة التحول الوطني، برنامج التحول الوطني اللي هو 2020 اللي احنا فيه، وفي الرؤية الوطنية اللي هي 2030. احنا من البداية واجهنا مشاكل في تطبيق الرؤية الوطنية، فأخرنا برنامج التحول الوطني 2020 إلى 2022 أو 2023، لأنه كان في عندنا مشاكل في استيعاب التقنية وفي التطبيق وفي الكوادر البشرية الحكومية ومشاكل، هذه كلها انعكست على التطبيق. ولكن الآن بسبب هذه الجائحة حتماً سيكون هناك ضرر وتأخر، ولكن يعني المرجو أنه وجود الرؤية الوطنية تظل هي بمثابة الاستراتيجية العامة التي تقودنا في الحركة للأمام للخروج من هذه الأزمة بحل منظم وشامل، لأن الرؤية الوطنية الجيد فيها. ومن أجل حل منظم وشامل عزيز الخبير أقول لك أن محبوك كثر حقيقة، وصلنا إلى 60 والأيدي مرفوعة، فهل اختصرت لنا الجواب حتى تتيح للبقية الاستفادة من فضلك؟ اتفضل. حاضر اختصر، اتفضل السؤال اللي بعده حبيبي، ان شاء الله تكون الصورة واضحة يعني. اوكي، الان السؤال اللي بعده للاستاذ كريم ابو حمد ممتن، وهو رجل اعمال واطفال يصرخون، فتحنا لك الميكروفون فتفضل ابا حمد. يعطيكم العافية، ما عليه، في فعلا اطفال يلعبون، خلينا أبعد عنهم شوية. يسعد مساك أستاذ علي. الله يسلمك. علي بخمسين، يسعد مساك، كيف حالك؟ حياك الله حبيبي، تشرفت على عمرك. يا عبد الكريم المتن، حقيقة أنا في السوق مثل ما ذكر الدكتور خالد، لقد ذكرت أنت الآثار الاقتصادية على السوق العالمي والمحلي والانكماش العنيف والمفاجئ اللي حصل. طيب احنا الان نعمل في السوق هذا وتعرضنا لانكماش على وشك الانكسار على ما يقولون، ما هي المخارج ممكن؟ هذا طال عمرك انت جبت الموضوع يعني اخوي عبد الكريم، اذا تظلوا يعني ان شاء الله الى النهايه اوعدك انه ستجد معلومه. اشكرك يعني الاستاذ الخبير على هذه الاجابه، بالفعل سيبقى معنا الاستاذ عبد الكريم، وكما قدمت لك في بداية المحاضرة أن هذا سيكون الجزء الأهم في محاضرتك. ننتقل إلى الأخ وائل. لك الميكروفون الآن أخي وائل، وتفضل للإجابة للتداخل. أخي وائل لا يمكنني فتح الميكروفون لك، يبدو أنك مصر على إغلاقه. الآن الأخ محمد بصالح سأفتح لك الميكروفون وتفضل بتداخلتك بتداخلك، ورجاء عدم الإطالة من أجل أن ننطلق. أهلاً دكتورنا الفاضل، معك أنا، معي دكتور خالد. معك، ويبدو الدكتور محمد أريدك أن تساعدني حيث أنه بدأ تتمرد علي إدارة الحوار، لأنني لا أستطيع أن أزيل الصمت من ميكروفات المشاركين. الآن ممكنني أتداخل؟ مين اللي قاعد يسمعني؟ مين اللي قاعد يتكلم عفوا؟ محمد بصالح. تفضل تفضل تفضل، ممكن أي. أستاذ علي كيف حالك؟ دكتورنا. حياك الله أبوي. دكتورنا أنت أثريتنا، بس ودي أسألك سؤال، أنت دكتور في الاقتصاد ولا في ويش دكتور؟ السؤال ليس له مكان من الإعراب، السؤال ليس له مكان. أسأل سؤال بس، سؤالي بس الله يخليك. أنا دكتور في جراحة العظام، أنت عالم معروف يا دكتور، أنت عالم معروف، لكن أنا أوجه سؤال. أخوي محمد بصالح، أخوي محمد معليش، احترم إدارتي للحوار، احترم إدارتي للحوار. عيوني تدلل يا عيوني. أوكي، معليش نتوجه مسرعين عجلة إلى الأخ علي الشيخ. السلام عليكم. تفضل. في البداية نشكر الأستاذ علي على المحاضرة القيمة، وحقيقة هو غطى كثير من جوانب الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد، وبشكل جميل تدرج من الصناعات إلى القطاع التجاري إلى القطاع البنوك. أنا سؤالي إن ألا توجد جوانب إيجابية لهذه الجائحة على قطاع البزنس؟ يعني على سبيل المثال تعزيز البزنس له الأونلاين بزنس،
واعتقد ان او الاي كوميرس اللي هي التجاره الالكترونيه، واعتقد ان هذه هي احد جوانب المدرجه ضمن الرؤيه 2030. صحيح حبيبي بقاطعك، طبعا كلامك صحيح والحقي جاينا في الكلام الحين، احنا لسه في الجزء الاول ما بعدنا خلص يعني المحاضره، حنوقف على الفرص الاستثماريه المتاحه واللي من ضمنها. شكرا استاذي الخبير، شكرا استاذي الخبير، ورجاء الاستاذ علي المكوث معنا حتى نهايه الحوار، حيث ان قدمت ملخص لما ستكون عليه المحاضره. الباشمهندس سامي ابو حمد تفضل حبيبي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا، كيف حالك استاذ علي؟ ان شاء الله طيب. صحيح زمان ما شفناك. الله يطول. سؤالي، ما مدى تاثير هذه الجائحه على السوق العقاري وسوق الاسهم السعودي؟ لان مما ما شك فيه ان تدفق الاموال مثل ما ذكرت يا استاذ انه سوف يكون بصوره اقل مما كان، وهناك أموال كثيرة لدى نقول عليهم وما يطلق عليهم الهوامير. تسمح لي بشمهندس، بشمهندس كما قدمت أنا في بداية المحاضرة سلايدات، أن هناك سيكون جزء خاص للكلام عن الجزء العقاري، وحيث أنا سعيد أنك ستنتظر معنا حتى ذاك الوقت. الآن تعرض لها هي اللي سألت عليها مهندس سامي، الآن بس نرجع للحوار نجي حق النقطة هذه. شكرا طيب. لكم جميعا. نعود للاخ وائل، الاخ وائل تفضل افتح الميكروفون وتكلم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. حياك الله، بس عندي سؤال، ما مدى تاثر قدره المتاجر الالكترونيه اذا ما ربطناها بالتاثر القدره الشرائيه للمستهلك النهائي؟ أحسن حبيبي، طبعا اكيد يعني القيد الاكبر القدره الشرائيه او القدره الانفاق الاستهلاكي للمجتمع ككل، اذا تاثرت القدره الشرائيه بسبب انحسار الدخول او بسبب الخسائر او بسبب قله مصادر الايرادات، هذه بتاثر طبعا على الشراء. طبعا لو كان الشراء من مصدر من متجر طبيعي او المتجر الالكتروني، في النهايه هو واحد، هو فلوس حتندفع، بالتالي الحقيقه كلا المتجرين الافتراضي والواقعي سيتاثرون بانخفاض القدره الشرائيه وانخفاض القوه الاستهلاكيه في هذا المجتمع. شكرا جزيلا استاذ الخبير، يبدو ان جمهورك يريد ان يفجر امامه، فهيا ننطلق الى الجزء الثاني من المحاضره، لان كما ترى ان الجمهور يسبقنا في هذه الاسئله. احيطك علما بان المشاركين معك الان عددهم 60 شخص، وهذه من الارقام العاليه التي نصل اليها، فيبدو ان كلامك وعرضك وموضوعك مثير للاهتمام، فانطلق بارك الله فيك. شكرا حبيبي، يعطيك العافيه. الحقيقة في نقطة مهمة وإحنا وقفنا عندها وفي غاية الأهمية وتمس كل المجتمع، كل المجتمع بنسبة كبيرة، يعني اللي هي التداعيات على البورصة المالية. طبعا القطاعات اللي تكلمنا عنها هي في النهاية شركات، وبعض هذه الشركات أو الكبار من هذه القطاعات من كبار الشركات في هذه القطاعات هي مدرجة في سوق المال، سواء كانت مثلا شركات صناعية، سواء كانت شركة خدمية، سواء كانت شركة طبية، سواء كانت نقل بحري، نقل جوي، نقل بري، خدمات نقل جوي، يعني لأن ما عندنا نقل جوي في السعودية، خدمات نقل جوي وتأمين وكل هذه مدرجة في سوق المال. في النهاية لما حدثت هذه الخسائر لهذه الشركات في العالم الحقيقي وليس في سوق المال، لما حدثت هذه الخسائر هذا أثر سلبا على الجاذبية الاستثمارية أولا لهذه الشركات، لأنه أرباحها قلت، بعضها بدأ يحقق خسائر، بعضها صار يعاني جدا جدا بسبب ضعف الموقف المالي وعدم قدرته على الاستمرار بهذا الشكل الحالي، وبعضها دخل حتى في نزاعات قضائية ودخل في مراحل تنفيذ، يعني هو على وشك أن يتوقف. بالتالي هذا المشاكل كلها انعكست بشكل حقيقي وقوي على سوق المال. هذا جانب. الجانب الثاني أن سوق البورصة، طبعا سوق البورصة هو المعبر الأول عن قوة الاقتصاد العالمي أولا والوطني ثانيا. فبالتالي شفنا أنه البورصات في أمريكا، في أوروبا، في الصين، في اليابان انهارت، كل البورصات العالمية مع كورونا انهارت لنفس السبب اللي قلت لكم اياه، ان الشركات اصلا اللي في هذه البورصات اصلا بدات تحقق خسائر، بالتالي طبيعي انه الخسائر تنعكس على قيمه هذه الاسهم
في هذه البورصة، بالتالي البورصة ككل تحقق خسائر. طيب رقم الخسارة بس عشان صورة يعني صورة واضحة، رقم الخسارة التي قدرت للبورصة الأمريكية في شهر فبراير فقط بحسب إعلان رسمي صادر من أحد أكبر الوكالات التصنيف الائتمانية في أمريكا، قال بأنه حجم الخسائر قد يتراوح بين 3.6 تريليون إلى 4.5 تريليون دولار في شهر فبراير، وفي شهر فبراير ومارس قد يوصل إلى 6 تريليون دولار. 6 تريليون دولار هذا بس خسارة البورصة الأمريكية، غير خسارة البورصة في اليابان، غير في السعودية، أو خلينا في السعودية، في الخليج مجموع الخسائر البورصات اللي تعرض لنا في شهر فبراير وصلت إلى 150 مليار دولار. حصة السعودية منها 82 مليار دولار، هذا فقط في شهر فبراير. طبعا للأمانة عشان تكون يعني واقعيين، تحسن شوي السوق بعدين، يعني نهرنا من دون 9000 نقطة إلى كنا في قريب 9000، بعدين وصلنا إلى دون 6000 بشيء بسيط، الآن الحمد لله تحسن وصلنا 6800 وكسور. فإذا الخسارة اللي حدثت هي خسارة كارثية. طيب الأسهم هذه أما الأسهم هذه مملوكة لأفراد مستثمرين أو مملوكة لشركات مستثمرة أو مملوكة لصناديق استثمارية مملوكة تملكها، بالتالي كل هذه خسائر انعكست في النهاية على الاقتصاد الوطني بأرقام مخيفة الحقيقة. وطبعاً بتترك أثار أنه اللي كان مثلاً أنا أملك أسهم بعشر مليون صرت أملك أسهم بسبع مليون، هذا معناته أني خسرت 3 مليون. المشكلة الثانية لو أنا ببيع الحين 7 مليون قد ما أحصل من يشتريهم، أو قد ما أفلح في بيعهم بـ7 مليون، يمكن أقل بعدين. هنا حنوصل، أنا أقول لكم هالنقطة هذه عشان أربطها بعدين في قلنا تحليل معطيات المعلومات الموجودة، كيف نبرمج هذه المعطيات وندخلها في شبكة معالجة النظام ونطلع إلى اتخاذ قرار مبني بشكل علمي. الحقيقة في نقطة يعني مهمة، أنه مثلاً تقرير الماركت ووتش إن اللي أعلن قال أنه عشان كل صورة واضحة، يعني أنه في من أكبر 100 ملياردير في العالم مجموع خسائرهم وصل إلى 100 مليار دولار، 400 مليار دولار. 100 شخص بس خسروا 400 مليار دولار، منهم طبعاً كبار، يعني منهم مؤسس أمازون جيف بيزوس خسر 9 مليار. في المقابل واحد من الاخوان سال لي سؤال، القطاعات اللي استفادت والفرص الاستثماريه اللي استفادت، في المقابل مالك موقع زوم كسب من هذا في هذا الشهر فقط من ارتفاع قيمه اسهمه ب 8 مليار دولار. يعني المفارقه واضحه، ستيل جيف بيزوس اثرى اثرياء العالم، يعني ثاني او اول اثرياء العالم، لكن شوف الفرق انه هذا خسر 9 مليار وذا كسب 8 مليار. ليش؟ لأنه في نشاط استفاد بشكل مباشر من أزمة كورونا، وذا في نشاط مبيعات تضرر بشكل مباشر من أزمة كورونا. هذا يعني يدل على إيش؟ يدل على أنه إحنا مقدمين على تغييرات، هذا الجزء إحنا جدنا ولا تغييرات حقيقية، لأنه ما قبل كورونا ليس ما بعد كورونا، العالم الاقتصادي سيعاد تخطيطه على كل مستوياته وبشكل جذري، وسيعاد منهجة عملية الاستثمار الدولي وعملية التمويل وأساليب التمويل، وبالتالي خلق مراكز القوة المالية الجديدة في العالم ستتغير بشكل جذري بعد كورونا، لأنه الواقع العملي أثبت أنه نحن نعاني في البنية الهيكلية الحالية، نظامنا الاقتصادي العالمي فيه فجوات كبيرة يجب سد هذه الفجوات وتطويرها، وهذا ما أتوقع أنه يصل إليه العالم قريبا. الآن ندخل على المحور الثاني، وهو يعني نفتح الباب الآن، أنه إحنا الحين استعرضنا الجانب المظلم والمشكلة والكارثة وكذا، الحين خلنا نوصف الواقع، إيش اللي صار؟ نتكلم بالواقع اللي صار، أنه كيف سيواجه العالم وحكومات العالم تداعيات الأضرار التي أثارها مرض كورونا، وكيف سيحد من تأثيراته المتوقعة. طبعاً الحقيقة في البداية يعني معلش معلومة صغيرة، أنه العالم كله مرتبط مع بعض بشبكة مصالح مادية، الدولة تبيع الدولة، دولة تصدر الدولة، ودولة تستورد من الدولة، بالتالي شبكة المصالح المادية هذه تخلق واقع حال يفرض على الجميع أنه يجب أنا أحافظ عليك وأنت تحافظ علي،
أنا إذا ضعفت معناته أنت قدرتك الشرائية فقدتها، معناته أنت نموك الداخلي ضعف. بالتالي هنا شفنا أنه لما صارت الجائحة دي بهدرت منظمات العالم الدولية، صندوق النقد الدولي، منظمة الأمم المتحدة، البنك الدولي، المنظمات الدولية الأخرى أيضا، بإصدار واتخاذ مواقف ومبادرات ليس حبا في الشعوب الفقيرة، ولكن مثل ما قلنا تخفيف آثار الجائحة هذه يخدم اقتصادياتهم أنفسهم. وأيضا على مستوى الدولة، الدولة تدرك أنه إذا ما وقفت بجانب مواطنينها اليوم، يعني ليس كواجب فقط إنساني وهي كدولة مسؤولة عن رعاية مصالح وحقوق الأفراد، لا أيضا كجانب اقتصادي، إحنا نتكلم عن جانب اقتصادي الآن، أنه من مصلحة الدولة تحافظ على قوة اقتصادها عبر تعزيز القدرة الشرائية والقوة الاقتصادية لدخول الأفراد، هذا يحمي الاقتصاد الوطني، وتعزيز وحماية القوة الاقتصادية للقطاع الاستثمار، القطاع الخاص والشركات والمنشآت التجارية، هذا يحمي قدرة القوة ومتانة الاقتصاد الوطني. بالتالي هنا هذا المبرر من وجهة النظر الاقتصادية وليس من وجهة النظر الإنسانية مثل ما قلت لكم وأكرر عليها. هذا من هذا المدخل رأينا أن الدول باختلافها والحكومات العالمية باختلافها ومنظمات العالمية باختلاف أنواعها بادرت باتخاذ مواقف لإعلان مبادرات ومساعدات، وهذه كلها تسفر عن تعزيز الاقتصاديات الوطنية، وهذا تعزيز الاقتصاد الوطني معناته تعزيز اقتصاديات الأفراد وحماية الأفراد. شفنا أنه الحكومة الأمريكية مثلاً بدرت باتخاذ مجموعة إجراءات تحفيزية ضخت في الاقتصاد الأمريكي، أعلنوا المرحلة الأولى 2.3 تريليون دولار، تصوروا هذا أول مرة في تاريخ أمريكا أنه تعلن عن مبادرات اقتصادية بهذا الحجم. الاتحاد الأوروبي وبرغم شوفوا إخواني عشان تتأكدوا من كلامي، برغم التفكك اللي شفناه، ما اجتمع الاتحاد الأوروبي ولا مرة في خلال الأزمة كمنظمات الاتحاد الأوروبي. منظمات الاتحاد الأوروبي هي طبعا مجموعة الدول الأوروبية المنضمية تحت هذه المنظمة. شفنا في صراع بين هذه الدول في الحصول على المواد الطبية والمستلكات الطبية، ولكن لما تعلق القرار بالاقتصاد اجتمعوا، يعني وزراء الصحة ما اجتمعوا في الأزمة، لكن الوزراء المال ووزراء الاقتصاد ورؤساء الدول اجتمعوا لاتخاذ قرارات اقتصادية كمبادرة تمثل الاتحاد الأوروبي بحزمة اقتصادية بلغت 0.5 تريليون يورو، وهذا مبلغ هائل وأول مرة يتخذ مثل هذه المبادرة. كذلك طبعاً اليابان، كذلك بعض الدول الكبرى، وكذلك المملكة العربية السعودية اتخذت مجموعة إجراءات نستعرضها بالتفصيل لاحقاً، يعني بس أنا أقول لكم موقف الحكومات العالمية بشكل كامل. الآن نجي حق المحور اللي بعده بشكل سريع، أنه كم ستستمر هالأزمة وما هو السيناريو المتوقع. طبعاً إخواني أنا ما يعني أرجوكم فوكس على الجانب الاقتصادي، إحنا نتكلم اقتصادي فقط ونبحث في الموضوع في هالمحور. ليش؟ لأنه أنا اللي فهمني أبغى ألقط المعلومة اللي تفيدني في اتخاذ القرار الاقتصادي. أنا لما أتكلم عن كم تستمر الأزمة معناته أنه أنت كمستثمر أو أنت كفرد أو أنت كموظف تبي تعرف شو مستقبلك، بالتالي تخطط ميزانيتك الاقتصادية وتخطط أوضاعك المالية وفقا للمعطيات اللي بنوصل لها وفقا للوضع اللي بنوصل له في المستقبل القريب. بالتالي إحنا الحقيقة للأسف يعني الكلام اللي بقول لكم إياه لازم تنتبهون له، للأسف اللي أنا سمعه أحياناً من بعض المحللين قد يكون خاطئ، لذلك أنا أود أن أركز لكم هالنقطة. إخواني في عندنا الآن يعني الفترة الزمنية اللي نتوقعها، يجي واحد يقول لك مثلاً إحنا قدامنا 6 شهور، طيب أمنا بالله 6 شهور دي مو مثل بعض، 6 شهور دي مجموعة مراحل لازم نفرقهم. ليش؟ لأن كل واحد فيهم تأثر عليك أنت كمتخذ قرار اقتصادي وتأثر عليه وتمسك أنت كمستثمر. بالتالي يجب أن تفهم طبيعة مكونات الفترة الزمنية اللي نتكلم عنها. هذا اللي أنا يهمني، ما يهمني كم شهر، أنا مو دكتور ولا أنا متنبئ ولا أقدر أقول لك كم، ولا في حد يقدر يقول لك، لأن لحد الحين حتى أكبر مخططين اقتصاديين ما يدرون. لكن إحنا يهمنا نضع خطة عشان نوصل من خلال الخطة كيف نبني آليات اتخاذ القرار الاقتصادي. الكلام الآن المدة الزمنية اللي نتكلم عنها أنا بجزئها لكم وأنتوا ركزوا وياي، أنه أولاً عندنا المدة اللازمة للوصول لرفع، انتبهوا، المدة اللازمة للوصول لرفع الحظر لكل الأنشطة الاقتصادية. إذا في ظل نشاط اقتصادي محظور هذا يؤثر على شبكة الاقتصاد كلها، مثل ما شفنا قبل وفهمنا أنه العملية مترابطة بشكل كامل، ما في قطاع مستقل، ما في قطاع مستقل، حتى اللي يشتغل اليوم بكامل طاقته هو محتاج للي معطل، بالتالي هو يتضرر بسبب المعطل. فإذا أولاً يجب أن نعرف المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى رفع الحظر الكامل للنشاط الاقتصادي. 2،
إذا وصلنا لرفع الحظر هنا ندخل حق المدة الزمنية، انتبهوا يعني هنا نبدأ العد التنازلي لنعرف المدة اللازمة أو للوصول للوضع الاقتصادي ما قبل الكورونا. إيش هي حتتكون عندنا المدة دي؟ ثلاث مراحل. بعد ما يسمحون بممارسة الحظر برفع الحظر حنبدأ بممارسة النشاط. هذا أولاً بدينا هنا نعد الفترة التنازلية. حيصير عندنا فترة متمثلة بأنه أنا لازم أجي أعيد فتح محلي أو معرضي أو مصنعي أو مستشفاي أو مدرستي، أجيب الموظفين، جزء منهم تسرح، جزء منهم راح، جزء منهم جاء، المباني، البنية التحتية، نظام الاتصالات، نظام المعلومات التقنية، المحاسبة، كل شيء، المالية النقدية، السيولة اللازمة للتشغيل. فأنا محتاج فترة أجهز نفسي لأن أقدر أمارس النشاط. زين، اللي بعدها أبدأ أمارس النشاط. هنا في ممارسة النشاط مو معناته انه انا رجعت طبيعي، لا، انا توني الحين ببدا امارس النشاط عشان اعوض، عشان اكون قادر على تحقيق مداخيل تعوض الخسائر اللي تعرضت لها. بعد ما اعرض الخسائر اللي تعرضت لها ادخل في مرحلة التشغيل الطبيعي. هنا يدوب يبغي لي بعد شهرين ثلاثة ابدا احقق ارباح تكون معناته بديت في رجعت حق الحالة اللي قبل كورونا. يعني كل هالفترة اللي تمر علينا راح تكون تمر علينا وبنكون بحاجة لها عشان نوصل إلى مرحلة التعافي. هالكلام بالتفصيل اللي قلته شو يفيدني فيه؟ يفيدني في ما قلت لكم إنه أنا إذا كنت موظف، إذا كنت مستثمر، إذا كنت تاجر، إذا كنت مؤجر، إذا كنت مستأجر، أعرف شو اللي قدامي وأعرف كيف أتخذ قراري وفقا لهذا الحالة. هذه معنى كتقديرات زمنية. الآن الدولة تقول كتقديرات زمنية، مو الدولة عندنا، لا، المنظمة الصحة العالمية تقول إنه إحنا قد نتوقع أنه نحتاج من فترة أولى للوصول إلى المرحلة الطبيعية 6 شهور، من 4 إلى 6 شهور. والفترة الثانية اللي هي النشاط، المرحلتين الأخرتين اللي أنا فصلتهم، قد نحتاج فيها من 6 شهور إلى 18 شهر في أحسن التقديرات. في أحسن التقديرات هذا طبعاً بمراعاة أنه قد يتم التوصل إلى لقاح، وقد يصل ما يكون المرض انتشر بشكل يعني اكبر ومخيف وخطر اكثر. يعني يكون الان بدوا ووصلوا الى مرحله السيطره التامه وانهاء المرض. اذا الفتره الزمنيه هذه معناته انه انا احط الان حساباتي ان انا قدامي من 4 إلى 6 شهور مرحله اولى، وبعدين قدامي بعد يمكن 12 شهر إضافية عشان نوصل إلى مرحلة التعافي. واللي قلت لكم في البداية أنه قدروا أنه خسائر العالم خلال هالفترة قد توصل من 3.6 تريليون إلى 6 تريليون في السنتين الماضيتين، إذا كان الرقم اللي أنا قلته هذا هو بالضبط، مو متذكر الآن. إذن الحين بعد ما وقفنا على هالمواضيع دي كلها نجي حق السؤال اللي طرحه مساء واحد من الزملاء، والله نسيت اسمه، أنه هل فعلا في أمل وفي فعلا ذو ولا القصه يعني اراء شخصيه؟ لا، هنا نجي حق الموضوع الحقيقي. انا ما بستعرض راي شخصي، يعني عفوا مهم رايك الشخصي، يعني انا ما يهمني، ولا يهمني، ولا يهمك انت تقول راي شخصي. انا انت يهمك انك تعرف معلومه، يعني تحاول تكون واقعيه وتقدر تتخذ عليها قرار. اولا الحقيقه انه الان الحكومه عندنا نتكلم عن المملكه العربيه السعوديه اتخذت إجراء جبار وسريع، سريع جدا، بادرت فورا، بس فرضوا الحظر بعدها بأسبوع بدأوا في إصدار الأخبار والكشف عن الحزم وتفاصيل الحزم، الدعم المالي والاقتصادي اللي مخطط للدولة. قالوا أول شيء عندنا مجموعة أول حزمة أصدروها ب 120 مليار ريال، وقالوا إن الحزمة دي موجهة لتخفيف أثر الكورونا ودعم الاقتصاد الوطني، وقالوا ان الحزمه دي مكونه من مجموعه حزم داخليه. عندك 50 مليار وجهوها الى قطاع المصارف، وذي مو للمصارف، ذي لدعم قدره المصارف على الاقراض مثل ما قلت لكم عشان يتجنبون حدوث الضرر المضاعف اللي تكلمنا عنه قبل شوي في البدايه. قالوا انه عشان نعزز قدره المصارف اولا على الاقراض والاستمرار في الاقراض، ثانيا على تعزيز قدرة المصارف على مواجهة الأزمة الناتجة عن تعثر المقترضين وقدرتهم على السداد، ثالثا على تعزيز الملاءة المالية اللي تمكن البنك من أداء الخدمات المالية بشكل كامل، يعني يظل القطاع المصرفي قوي، يعني هذا أكبر رافد للاقتصاد الوطني. إذن هذه 50 مليار الأولى تخدم وجهت
لقطاع المصارف لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ولدعم القطاع الخاص بشكل مباشر. أيضا أعلن أنه ضمن الميزانية المقررة الآن السنة أنه في 200 مليار هي موجهة لصرف مستحقات القطاع الخاص من المقاولين، المقاولين التشغيل والصيانة والمشاريع الحكومية ومشابه، كلهم دلي أمر لوزير المالية بالإسراع في إنهاء تسليمهم مستحقاتهم. طبعا ليش؟ عشان يضخون 200 مليار يسلمونهم قطاع المقاولين، المقاولين دلي إيش بيسوون؟ بيسددون ديونهم، يعني اللي عنده أجار استلم أجاره، الموظفين استلموا رواتب، اللي مشتري من مواد استلم مواد، استلم فلوس، بالتالي هالفلوس تنتشر في شرايين الاقتصاد الوطني، تنعش الاقتصاد الوطني، تعيد من حيويته وتخليه يكون قادر على مواجهة الأزمة الحالية، يعني تخفف من اثار الكورونا عبر سد هالخانه الكبيره دي. اصدروا حزمه ثانيه موجهه بمبلغ 47 مليار ريال للقطاع الصحي، دعم وتعزيز القطاع الصحي. وطبعا سمعت كل لكم انه اول امس وقعوا على اتفاقيه ب 950 مليار مليون عفوا 950 مليون ريال مع شركات صينيه وشركات، وبعد مبلغ ثاني 250 او 350 ما ادري كم، مبلغ كبير بعد ثاني مع شركات اوروبيه للحصول على كواشف طبيه تتعلق بالكورونا واجهزه تنفس صناعي ومستلزمات طبيه وما شابه، وتدريب كوادر طبيه وما شابه. هذه كلها عشان يحزون قدره القطاع الصحي اللي هو الحقيقه كلنا نقف احتراما واجلالا لهم، يعني هذا الجندي العظيم المجهول ان شاء الله ان يكشف وجهه الرائع والحسن في خدمه المجتمع وفي حمايه المجتمع، يستحقون كل التقدير والثراء، جزاهم الله عنا جميع خير الجزاء. وجهوا بمبادره اخرى ايضا اللي تتعلق ب ساند دعم رواتب القطاع الخاص، موظفين القطاع الخاص المسجلين في المنشات الاجتماعيه، وبالتالي انهم يعني يمنعون المنشات من تسريح موظفينهم، وبالتالي يحمون هالافراد من انهم يكونون عاطلين وبدون مصادر دخل، وبالتالي هذا ايضا سد جانب مهم الحقيقه في الكارثه، الجزء من كارثه الكورونا. طبعا هذا الكلام ده كله في جانب الحكومه، في جانب المبادرات الاجتماعيه، المصارف ايضا اتخذت اجراء، يعني انا ما احب المصارف بس انهم اتخذوا ايضا اجراء جيد، سووا صندوق موجود، فعلوا صندوق اللجنه الدعم الصحي ودعموا صندوق الخدمات الصحيه بشكل جيد بمبالغ يعني كبيره. في مبادرات اجتماعيه من رجال اعمال سواء كبيره او متوسطه او صغيره، في مبادرات اجتماعيه من افراد، في مبادرات اجتماعيه من شباب، وشفنا الحقيقه شباب زي الورد رائعين، يعني بثوا روح الامل في خدمه المجتمع وكانوا متطوعين بشكل رائع حقيقه. اذا هناك مجموعه من المبادرات الاجتماعيه ايضا اللي شاهدناها في الواقع العملي وكان لها اثر طيب في استاذي الخبير. 10 دقائق منذ بدات الكلام في الفتره الثانيه، فحاول تسوي لك كونكلوجن عشان تتيح فرصه للاسئله. لا لحظه قبل، خلينا نخلص بعد بند او بندين ونجيب حق الاسئله، لانه مثل ما شفت الناس يسالون عن النقاط موجوده. يعني الحقيقه انواع الدعوم ذي الحكوميه، الحقيقه ذي الدعوم، شوفوا هنا يعني انا ابغى نفهم ليش وزعت بهذا الطريقه. الدعوم الحكوميه وزعت بهذه الطريقه بحيث انه تهدف دعم الفئه المحتاجه والفئة الأضعف والفئة اللي لو تضررت يتضرر الناس كلهم معاها، فبالتالي يعني هم يقولون بمبدأ سد منافذ الخطر، هم يوزعوا الفلوس. يعني أنا كعلم 50 ودي كان مثلا جينا الفلوس في جيبي، لكن ما جت في جيبي، راحت مثلا حق المصارف، لكن لأنه لو راحت حق المصارف أفيد يمكن مني تجي في جيبي أنا مباشرة. لذلك هم اتبعوا سياسة يعني تقييم أهمية نسبية لكل مصدر وإعطائها على قدرة. فنشوف أنه مثلا قطاع المقاولات والصيانة والتشغيل أعطوهم صرف مستحقاتهم، وإذا مثل ما قلنا 200 مليار مبلغ كبير، وإذا ينتشر في كل الاقتصاد وفي كل مكونات الاقتصاد وكل الأفراد وكل الناس حيوصل لهم جزء من هالمبلغ ويستفيدون منه. وتعزيز القطاع نفسه عشان يكون قادر على تنفيذ المشاريع، ما تنشل البلد. الجانب الآخر قطاع الخاص، المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء بشقيها كملاك أو كمنسوبين، جاهم دعم تمن الرواتب، جاهم دعم ايضا قرار مهم صدر الحقيقه من هيئه زياده المحتوى المحلي بالشركات المملوكه للحكومه اللي تملك فيها اغلبيه، انه يجبرون ان تشتري مشتريات من المورد المحلي طالما هو موجود وطالما هو مناسب، مع غض النظر عن بعض النواقص والعيوب. القطاع الصناعي جاه دعم رائع بشكل مباشر بشكل غير مباشر، جاء اول شيء زادوا قروض صندوق التنميه الصناعيه،
وانتبهوا لما اقول هالكلام ده كله احنا كمستثمرين يهمنا لانه قد نستفيد منه، هذا يعني يفتح لنا باب استثمار. كان احد الاخوه يسال عن النقطه دي، القطاع الصناعي زادوا له حجم القروض، سهلوا منح القروض، سرعوا منح القروض. بعض القطاعات الصناعات مثل الصناعات الطبيه فتحوها على مصراعيها، اللي يبي يجي الان ياخذ، معناته انه في دعم حقيقي للنهوض بهذا القطاع وانتشاله وخلق قطاع صناعي قادر على تلبيه المتطلبات اللي فرضت كورونا. القطاع الزراعي افتحوا له مسارات دعم جديده، افتحوا له قروض انواع جديده، زادوا حجم القروض، سهلوا منح القروض. القطاع النقل ايضا للافراد وللمشتركات، للافراد المنسوبين من قطاع النقل اللي كانوا يشتغلون في النقل بين المدن والنقل الداخلي وكذا وانشلوا بسبب التوقف الحظر، الان اسمحوا لهم، قالوا لهم تعالوا كل واحد فيكم ياخذ راتب مباشر من الدوله، وقالوا انه يعني ما ادري يعني ما عندي تفاصيل بس حجم الرواتب كم ما ادري، لكنه قدروه بانه سوف يكون اعلى من الحد الادنى المسموح به، وعلى الاقل يعني يغطون حاجته ويسدون حاجته انه ما يحتاج انه يروح مثلا يكون عالي او يقترض من غير. القطاع المنتج اللي هو متمثل في القطاع الصناعي والزراعي والتجاري ايضا اعطوهم كلهم دليل حزمه مشتركه، سماح في الرسوم الحكوميه، تأجيل في بعض سداد الرسوم الحكومية، تخفيف في بعض الرسوم الحكومية، تخفيض قيمة الفاتورة القطاع الصناعي والزراعي والتجاري بنسبة تراوح من 30 إلى 50% وتقسيط القيمة الباقية. هذه كلها هذه مجموعة دعوم، ليش؟ عشان يخففون الآثار والخسائر اللي نتجت بسبب. الحين تجي تقول لي كافية غير كافية ممكن يزيدون، احنا نقول لك اللي موجود، احنا نتكلم عن الواقع الحال القائم، وانه هذه يمكن افضل ما يستطيعون الوصول اليه، لانه مثل ما قلنا احنا تعرضنا الى ازمه جباره تتمثل في انخفاض الايرادات بسبب النفط، وتعرضنا من قبلها ل اثار الحرب الامريكيه الصينيه، بالتالي كل هذه انعكست على ميزانيتنا، لكن احنا نقول اللي صار الان واللي موجود الان. طبعا مع مراعاه انه الدعوم اللي نتكلم عنها دي مقيده بقيود وضوابط تنظيميه، اي واحد يقدر بالنت يقراها ويفتحها، انا ما في مجال استعرضها كلها بالتفصيل، لكن بانطباق هل الاشتراطات والمتطلبات التنظيميه عليك تستطيع ان تستفيد منها وفقا لما هو معلن. طيب ذا ايش يفيدنا؟ هنا بدينا في الجزء المهم والجزء الختامي في هذه الحلقه، وهو اللي احنا كل هالمقدمه دي نبغى نوصل لها. الحين يا حبيبي خالد اذا تبغى اسئله نقدر نستقبل اسئله وبعدين ندخل على الجزء الاخير. بعدين دكتور خالد تعرفي انا ما احب اقاطع احد، لكن في اسئله كثيره تحت ايضا غير رفع الايدي، ارجو يعني الاهتمام بها. الله يخليك. لا يهمك دكتور محمد، بس انا قاعد شوي امارس ديكتاتوريه في اداره الحوار، لكن كونك عزيز وغالي 100% حاخذ بالي مما قلت تماما. استاذي الخبير، أتمنى أن تواصل إلى الفرص الاستثمارية في ظل كورونا، ومن ثم نأخذ بعض الأسئلة. يلا خذ الفرصة. تفضل أستاذي. أستاذي تفضل. طبعاً إحنا قلنا أنه الفكرة من تعداد الدعوم الحكومية أنه إحنا نبغى نوصل إلى الحين نبدأ استخلاص النتائج، نبغى نوصل إلى هالنقطة هذه أنه أنا كيف أستفيد من هالظروف الحالية واستفيد من الدعوم الحكومية الموجودة واستفيد حتى من الضغوط الاقتصادية الموجودة عشان اخلق واقع اقتصادي مختلف عن الوضع اللي انا فيه. وقلت لكم للمرة الثالثة، اما ان انا اغير وضعي او ان انا اقلل خسائري او ان انا احسن وضعي او ان انا اطلع من السوق، وذي في حد ذاته سد باب خسائر محتملة. بالتالي اذا الهدف الوصول الى صياغة منهج اتخاذ القرار الاقتصادي المناسب. طيب اذا انا حي مستثمر ونشاط تعرض لهزة قوية بسبب الكورونا، كيف أنا أقدر يعني أوزن الأمور بحيث أن أنا أتخذ القرار اللي أراه يخدم مصلحتي؟ طبعاً إخواني الله يخليكم، إحنا في يعني مثل ما تقول جلسة سريعة وقصيرة ومختصرة، عادة أنا يعني الفرد العميل واحد يجيني يقعد وياي ساعة إلى ساعتين عشان نناقش خيار واحد، فإحنا الحين قاعد نستعرض منظومة قرارات ومتشابكة ومعلومات وفي وقت قصير، لذلك أرجوكم تركيز وعذروني على القصور في طرح النقاط واستغراق في التفاصيل. الحقيقة إحنا يجب أن نراعي أنه قبل اتخاذ القرار أنا أول شيء لا قاعد أوصي، انتبهوا، ما أسجل التوصية ولا أنا قاعد أعطيكم آلية أفترض أنه الأفضل والأصلح، أنا قاعد أطرح عليكم وجهة نظر التي قد تكون قاصرة أو مقصرة ومنكم السماحة يعني، لكن أنا أجتهد ومثل ما يقولوا لكل مجتهد النصيب.
الحقيقة الآلية أنه في البداية يجب أنه أبادر لدراسة الوضع. أنا حين سواء كنت مستثمر أو موظف أو كذا أو أي أو عاطل عن العمل أو أيا كنت، أشوف أنا وين فيه في هالمربع اللي موجود، أنا في أي خانة موجود فيه، في أي خانة في رقعة الشطرنج اللي موجود قدامي، واتخذ القرار وفقا للحل فيه. إذا أنا مستثمر في قطاع صناعي، أشوف أنا شو الدعم الموجه للقطاع الصناعي وأبادر بالاستفادة منها، لأنه يا إخوان ذي مربوطة بفترة زمنية محدودة، لازم إحنا نبادر من الاقتناص الفرصة قبل زوال الوقت المسموح به، وبالتالي أخسرها ونصير ضررنا أنفسنا ضرر مضاعف. أيضا إذا كنت فرد أشوف كيف أقدر أستفيد كفرد، أما موظف أما أنا عاطل عن عمل أو أنا في فئات كثيرة طبعا استفادوا، اللي هم المسؤولين عن توصيل الطلبات، واللي هم مسؤولين عن النقل في مدرجات حق الشباب اللي يشتغلون مع تطبيقات النقل الإلكتروني، التوصيل الطلبات عبر الإلكترونية، وفي مبادرات غيرهم وغيرهم. بس إحنا في النهاية يجب أنه أنا ألم. طبعا في الأسبوعين الثلاثة الأخيريات أو في الشهر الأخير صدرت من مجموعة كبيرة من القرارات التنظيمية، جبنا أن ألم فيها وأشخص أنا وأنا فيه وأشوف كيف أنا أقدر أستفيد منها وفقا للمتاح. هذا أول حاجة. زين، النقطة اللي بعدها أنه أنا طبعا الحين كمستثمر خلنا نقول أدرس وضعي أنا الحين، حجم الخسارة اللي جاتني كم، أعرف مثلا هل أنا قادر على الاستمرار ولا غير قادر على الاستمرار وفق المعطيات اللي إحنا استعرضناها الآن، لو بشكل نسبي يعني ما أدري، ما حد يعلم الغيب، بقول بشكل نسبي. أشوف أنا هل في مجال أن أنا عبر اتباع الآليات التقليدية مثلا أن أنا بعض المشتريات أرحلها، المشتريات اللي أقدر أشتريه بالآجل أشتريه بالآجل عشان أوفر سيولة، عشان يعني أحاول أحافظ على سيولة قدر المستطاع، الدفع أيضا أحاول أخليه بالآجل، أتفق بالتقسيط مثلا، التشغيل يكون مرحلي جزء، استعادة النشاط تكون أمولها من إيرادات النشاط نفسه، يعني أخذ من إيراداتي وأتوسع في التشغيل، يعني الفكرة أن أنا أقلص مصاريفي وتكاليفي التشغيلية قد ما أقدر عشان أكون، المهم أن أنا أظل واقف على رجولي الآن ما أطلع من السوق، والمهم الثاني أن أنا أحافظ على كياني بأفضل ما أستطيع. يعني الحين كياني إذا كان يسوق قبل سنة 5 مليون، الحين يمكن ما يسوى 2 مليون، حتى لو ببيع 2 مليون ما حد يشتري مني، لذلك أنا يجب أحافظ عليه، لأنه بعد شوي ربما 2 مليون ترجع 5 مليون، ربما 2 مليون تصير 6 مليون. ليش؟ لأن جزء من السوق طلع وقلوا المنافسين وتعزز موقعي التنافسي وصرت مطلوب في السوق. بالتالي أقول لكم لا نستسلم للتشاؤم، ويجب يكون أفقنا أوسع وندرس الأمور كما هي، لا نروح يمين بتشاؤم بتفاؤل ولا نروح يسار بتشاؤم، نكون واقعيين ومنطقيين، ولكن لا تفوتنا الثغرات اللي ممكن تأثر على اتخاذ القرار بشكل سليم. نجي الجزء المهم في الموضوع الحين، جزء يعني في النقطة هذه، أنه إذا أنا اكتشفت أن أنا نتيجة حساباتي أن أنا والله الدعم اللي بحصل لي كافي، إذا أنا وأنا حامد شاكر أروح أبادر للحصول على الدعم وتخطيط أموري مثل ما قلنا، أفعل وضعي الداخلي وأحسن من قد ما أقدر وأستمر في التشغيل. إذا وصلنا إلى لا والله أنه الوضع الداخلي ما يسمح وأنه قد يكون أنه أنا لا بكون معرض لخسارة أكبر من الوضع اللي أنا فيه، يعني الاستمرار بيضرنا بشكل أكبر، بالتالي هنا يكون قدامي عدة خيارات، مثلا أما أن أنا أندمج مع الغير أو أنه أنا أبيع، والبيع أيضا في تحت خيارات، يمكن أنا مثلا خلوا واحد يدخل لي يدفع لي المال وشاركني وتولى التشغيل. الو كمل استاذي الخبير، في احد دخل راح اسكر عليه الميكروفون، كمل استاذ من فضلك. الحقيقه في ممكن يكون خيار ثاني، انه يعني مثل ما قلنا ادرس موضوع خيار الاندماج مع الاخرين او مع منافسين او مع نشاط اخر غير النشاط حقي، لكنه يتكامل معاي، بحيث أنا لو اندمجت معاه قللت من المصاريف التشغيلية، قللت من تكلفتي الاستثمارية، وفي نفس الوقت فتح لي باب جديد كان مو موجود عندي، يعني مصدر إيراد جديد ما كان موجود عندي. إذا يجب أن أنا أدرس خياراتي قبل اتخاذ قرار الخروج من السوق، يجب أن أنا أدرس خياراتي بشكل منظم وواعي ومدروس، لأنه اللحظة ذي تاريخية، ويجب أن أدرس أنه أدرك أنه الآن الوضع لن يكون كما هو بعد 5 شهور 6 شهور، ربما يكون في حالة معينة بعد 5 شهور أفضل، وربما يكون بعد 5 شهور 6 شهور في حالة أسوأ، بالتالي يجب أن أقيم وأقارن وفقاً للحالة وفقاً للمعطيات الحالة كما هي. إذن
المعطيات اللي قلناها والدعوم والفرص وكذا دي تمس بشكل مباشر اتخاذ قرارنا في الاستمرار في السوق او الخروج منه، تمس قراراتنا في اعاده هيكله نشاطنا الاقتصادي، اما تكبيره اما تصغيره اما التوسع فيه، تمس قراراتنا بانه انا يمكن ان اليوم موظف بس بعد الوضع الحالي يمكن أن اكتشف ان انا والله لو اتقدم واخذ على اللي قرض حتى لو قرض صغير من القروض الناشئه، مثل ما فتحوا الباب حق برامج كفاله للقروض الناشئه الجديده اعلنوا عنها وان شاء الله يا رب يكونوا فعلوها او بيفعلونها قريبا، يمكن انا افكر انه والله يمكن افتح نشاط جديد مطلوب مثل ما قال بعض الاخوان في خدمات التقنيه او في خدمات مثلا اكتشفنا اني مهم ونفتقدها في المجتمع في كورونا، بالتالي اكون اغير موقعي الاستثماري من مستهلك الى منتج ومن موظف ينتظر راتب الى مستثمر ينتظر تحقيق ارباح سنويه. كل هالكلام هذا يجب ان يدرس بعنايه وكل شخص يكون مسؤول عن نفسه ويتخذ القرار بشكل يراه مناسب وفق المعطيات اللي هو يراها. الحين احنا وصلنا الى الفرصه الاستثماريه، تبغى نكمل ولا ناخذ اسئله؟ هي نبدا ناخذ بعض الاسئله ولعلي استجيب للدكتور محمد باني اخذ بعض الاسئله من الشات، ولكن ابدا بالاستاذ سعيد الخباز حقيقة الذي كان رافع يده منذ فترة. أستاذ سعيد افتح وتكلم ومن بعدها أنا سأخذ بعض الأسئلة المكتوبة، تفضل. شكرا لدكتور. هو الحقيقة بس تصحيح معلومة سريعة، جيف بيزوس إلى منتصف أبريل لم يخسر بل أضاف إلى ثروته 24 مليار دولار. شكرا. طيب يعني انا الحقيقه انا ما اعرف جيف بيزوس شخصيا، ما هو يعني انا على علاقه وياه، بس الحقيقه هذا المعلن رسميا في مواقع مثل ما قلت لك ان ووتش، فهذا يعني يمكن المصدر عندهم اخطاء ما ادري، بس انا المصدر مثل ما قلت لك الماركت ووتش ان تقدر ترجع له وتشوف، فعموما قد يكون كلامك صاب ما ادري يعني الحقيقه ما يفرق يعني في الموضوع. استاذ سعيد اشرح لي بس السؤال مره اخرى، ان الرجل يعني ربح في اثناء الازمه او خسر؟ لا ربح كثيرا الحقيقة. طيب ما في مشكلة، الحمد لله انضم واحد للقائمة، أنا من الأزمة طلعت برضو فلوس كثيرة جدا، شكرا. طيب. أنا لا هو شوف يا دكتور حبيبي، الهدف بأنه هذا النوع من النشاط اللي يمتهنه جيف بيزوس وهو التجارة الإلكترونية كانت فرصة كبيرة جدا جدا في ظل هذه الجائحة والأزمة العالمية، أنه يضيف إلى ثروته هذه الثروة الكبيرة حوالي 24% أو 24 مليار دولار. هو هذا أحسن جميلة ومثرية، صحيح. شكرا. أتفق معك. شكرا. طيب نأخذ سؤال من النت من الشات عفوا من الأستاذ فرحان، يقول الأستاذ فرحان هل سنرى اختفاء شركات وظهور أخرى؟ أكيد حتما طبعا، أوريدي بدينا نشهد هذه الظاهرة وأنه فعلا في شركات بدأت الآن في إجراءات الحجز التنفيذي وفي شركات أعلنت إفلاسه وفي شركات لا طبعاً ربما تستطيع المرور من هذه الأزمة وتظهر لاحقاً يمكن يتضح لديها أنه تخرج من السوق أو تستمر أو تنمو وفقاً لمعطيات الاستراتيجيات الإدارية التي هم قد يخططون لها ويطبقونها للمستقبل. أحسن. الآن الأستاذ عبد الواحد، الأستاذ عبد الواحد افتح ميكروفونك واطرح سؤالك أو مداخلتك. السلام عليكم شباب، يعطيك العافية أستاذ علي. سؤالي، إحنا في المكاتب الاستشارات الهندسية وش رؤيتك لها؟ طبعا إحنا نشتغل عادة مباشرة مع الوزارات ما لنا علاقة بالأفراد. اللي لاحظته أنا مثلا كصاحب مكتب استشارات هندسية إن قطاع الطاقة بالذات تحلية المياه والباور جينيريشن ما تأثرت، بالعكس الطلب زاد لأن في شركات أجنبية متعثرة في إنها تنفذ، متعثرة إنها تكون موجودة على الأرض. المشكلة كيف تثق في التعامل مع الوزارات في وضع سيولة صعبة؟ إيش رأيك؟ حقيقة أحسنت يعني طبعاً أول شيء بس جزئية، أنت طبعاً عملي مو هي علم غيب، أنت في بداية كل سنة أو قبل حتى مع نهاية السنة تبين المشاريع اللي تطرحها كل وزارة على حدة، ولا تكون مثلاً دائرة وزارة المياه مثلاً تعرف أنت مشاريعها، وبالتالي تقدر تخطط أنت حجم تشغيلك السنوي وفقاً لتقدير نسبة المشاريع اللي بتدفع عليك من العطاءات اللي تقدمها.
فبالتالي يعني يمكن السوق يكون بين عندك. المشكلة اللي حقيقية اللي أنت قلتها أنه الحكومة تأخر السداد، فبالتالي أنا قد أكون غير قادر على تحمل هالفترة هذه. طبعاً الخيارات التقليدية المتاحة أمامك أنك تلجأ لقروض أنك قروض تشغيل عن طريق البنك، وذي بتاكل ارباحك وتحملك تكاليف باهظه، ولكن هي في النهايه تسمح لك انك تستمر في النشاط وتدفع رواتب، وربما تقدر في النهايه تحقق هامش من الربح. في خيارات اخرى انك مثلا يعني مثلا تبحث عن شركاء ممولين يكونون ذوي قدره ماليه، بحيث انهم تقول لهم والله لك 20% من قيمه المستخلص مقابل دعمك لي في التشغيل في هالفتره. المهم دي خيارات يعني تختلف من جهه لجهه، بس انت اللي في النهايه يجب انك تقرر وفقا لقدرتك على تحمل عدم توافر السيولة خلال فترة التأخير. يعني المستخلص يصرف مثلاً خلال 6 شهور، أنت يجب يكون عندك ميزانية مجنبة على جنب تكفيك للتشغيل لمدة فترة 6 شهور بحد أدنى، قد تزيد شوي لكنه ما تنقص، عشان أنت تكون مستعد عشان ما تصاب بالشلل لا سمح الله فيما لو تأخر المستخلص. في حلول مخارج، يعني أحياناً تروح تتنازل عن المستخلص للبنك قبل حلول وقته، بحيث انه هو يخصم لك البنك نسبه معينه من. في حلول تقارديه، لكن في النهايه انا اقول اذا في مشاريع وانت قادر انك تستمر وتحصل على هذه المشاريع وتنفذها، فانت تكون استفدت وخدمت البلد ايضا بعلمك. يعني اغراء التوسع يندفع معه الانسان ولا يكون حذر منه؟ والله انت عمي، انت بالنسبه لك صراحه القرار مضمون. ليش؟ لانه انت اخوي انت زين، انت حسب غيرك 1000 مرة، انت تاخذ فلوسك، انت عارف كم بيجيك بالضبط من اول يوم. يعني انت من يوم تقدم دراسه المشروع عارف ان المشروع اللي ب 10 مليون مكسبك فيه 3 مليون، بالتالي ما فيه مخاطره عليك. المخاطره بس فقط في جانب العجز في السيوله وتوفر السيوله في الوقت المناسب، فانت تعد الخطه الماليه والتشغيليه المناسبه بحيث انك توفر الميزانيه التشغيليه لست شهور او الخمس شهور او الاربع شهور او لكم المفتره اللي تتوقع ان المستخلص قد يتاخر عليها. شكرا استاذي الخبير. واضح استاذ عبد الواحد ان يبي لك تاخذ قرارات فيها ريسك وفيها ربح ان شاء الله، بس واضح ان يبي لك تاخذ قراراتك. ناخذ سؤال الاستاذ صادق المطر. هل نتوقع ان تختلف موازين القوى بالعالم، اي بمعنى ان دول فقيره تصبح غنيه والعكس؟ اكيد حبيبي بتتغير موازين القوى الاقتصاديه العالميه، بس مو بالدول فقيره تصبح غنيه. خلينا نقول نكون واقعيين، في دول، احنا ما نبغى ندخل سيناريوهات سياسيه كثيره، بس في دول حتما بتبرز يعني وبيكون لها مجال تاثير اكبر. في دول بتتقدم في مستواها التنافسي وفي دول بتتاخر في مستواها التنافسي. طبعا الفوكس على الصين وامريكا واوروبا، لا شك ان اوروبا كمنظومه سياسيه اتحاد اوروبي بتراجع، وهو اصلا تراجع دوره وسيتراجع دوره لصالح الدول اللي بترث. هذا قد يكون دول من داخل الاتحاد الاوروبي او دول من خارج الاتحاد الاوروبي، هذا على المستوى الاقتصادي اتكلم. الصين واضح ان هي يعني شاد حيلها وماشي بشكل صحيح وقوي وجيد وسليم. النتائج الاقتصاديه لها يعني مبشره جدا في الوقت اللي نتوقع به انكماش الاقتصاد الامريكي وخسائر الصين. حجم الخسائر عندها ايضا موجود، عندها خسائر لكن اقل بكثير، بالتالي قد يكون مستوى التنافسي اعلى، قد تتقدم خطوه للامام. اكيد بينتج عن كورونا، ما بعد كورونا ليس كما قبل كورونا، هذا شيء مفروغ من امره، بدا الاعداد له من الان. يعني احسنت استاذي الخبير. انا اتخيل يعني انك قلت كلاما جميلا، والقرارات يأخذوها الناس على مسؤوليتهم، لكن أنا حقيقة أعجبني كثيرا ما قلت، وأعجبني ردك على السؤال وذكرك الأمثلة تحديدا. الرجاء ممن يريد السؤال أن يرفع يده حتى أراه فأتيح له فرصة، ولا تترك محمد بو صالح يتوحد بي فعلى طول رفع يده. تفضل محمد، افتح حبيبي المايك. أهلين أهلين دكتور. أهلين حبيبي استاذ علي، كيف حالك؟ حياك الله طال عمرك. الله يسلمك بيك. الله يرضى عليك دكتورنا استاذي حبيبي. انا بكلامك صراحه في نوع من التشويش، ويعني مشوش مو جلي ولا واضح صراحه. انا استمعت لك كثير من بدايه المحاضره، في تشويش وفي ضبابيه ناهيك ان في شويه مغالطه، بعض المشاركين يصححون لك بعض المعلومات. أرى أنك أنت أستاذي الكلام اللي طرحته كلام ثقافي ما ينم على دراسة معينة أو تنبؤات قائمة في وضع هذه الأزمة الموجودة. إذا أنت إنسان تقول أنك أنت دكتور أو أنك أنت باحث أو أنت مثلا شغل، أعطينا شيء
قائم على دراسه معينه واضحه جليه. دقيقه دكتور، دقيقه الله يرحمه والديك، واضحه جليه. محمد حبيبي، اثبت عندما توصلت عليك ظل هذه الازمه. محمد اسمعني، احترم ادارتي للحوار، احترمي ادارتي، اعطيناك فرصتك واعطيناك كذا. محمد الرجل اسمعني استاذ محمد، اسمعني الرجل استاذ نستفيد منه، زين نستفيد منه، فان رايت ان كلامه لا يفيدك فمثل كلامي خذ اقرب سله مهمله وارميها فيه. وان رايت كلامه لحظه انا ابغى استفيد انا. لحظه يا استاذ محمد، لحظه بس. الرجل عنده كرسي الان، الرجل عنده كرسي. استاذ محمد أتح لي فرصة أدير النقاش، الله يرضى عليك، أتح لي فرصة أدير النقاش. وإن رأيت كلامه يفيدك فاستفد منه. أنا على المستوى الشخصي ورغم كل إمكانياتي الاقتصادية وما أحقق من أرباح هائلة، رأيت الكثير من كلامه مفيد، ورأيت بعض كلامه يحتاج تصحيح. فبالتالي الله يخليك لا تحرم المشاركين من الاستفادة من هذا الكلام بأسئلة ترصدية. ولا يهمك يا بطل، ولا يهمك. عندك سؤال تبي تستفيد منه او مداخله تفضل. غير انا بسال سؤال، انا بسال سؤال محمد، تفضل استاذ محمد. الان حاتيح لك اخر فرصه، اذا كان عندك اسئله بناءه تفضل، مداخلات بناءه تفضل. غير كذا حب الدكتور محمد هويدي اني سكرت، تفضل. بس انا ما عندي مشكله. منظمه اوبك تعرفها يا استاذ الفاضل صح ولا لا؟ منظمه اوبك اتعتقد الان هتتكبل خسار اكثر من هي خسرانه ولا لا؟ ايش وجهه نظرك؟ تفضل. ما عفوا عند الكلام، ايش تقول منظمه اوبك فيها؟ منظمه اوبك الان في ظل ازمه البترول الحاليه، ايش توقعاتك المستقبليه عليها؟ تفضل. انا الحقيقه يعني كل اللي باقي لي نص ساعه، انا ودي اتكلم وياك ساعه بعد مو بس نص ساعه. زين اول شيء اقول انا من جاي اقدم عندك وظيفه، قلت تفيد وما تفهم وما ادري يعني، دي كلام رايك شخصي يهمك. استاذ علي انا ما قلت كذا، انا ما قلت لك استاذ الكبير، ما قلت استاذ الكبير. لا 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 محمد قلت كلام رجل، كنت قدمت بشكل مباشر، قلت لي انه رايك مشوش، معلومات مغلوطه. انا طالبك الحين اعطيني في المعلومات المغلوطه. لحظة أستاذي الخبير الرجال، أنا سمعت 50 رجال. أنا أستاذ محمد، سأل أستاذ محمد حبيبي عن تكبل، أنا اسمي تكبل. علي أستاذي أستاذي يعني انتم مصرين تقول تحطوني في قالب. انا استغربت من اول ما قعدت تحطوني في قالب خبير وكذا، ارجوك انا يبقى لا خبير ولا غير. انا اسمي علي ابو 50، اللي يبي يقول علي دكتور علي ابو 50، اللي بيسميني علي وبالفعل احسن، اللي بيسميني ابو حسين ما تفرق وياي يا حبيبي. الدكتور مسمى وشهاده يا استاذ، الدكتور مسمى وشهاده وليست كلمه تقال يا استاذ الفاضل. الرجاء كل رجاء، عندما تقول اني دكتور خلق لا يا. طيب استاذي الخبير، استاذي الخبير لا خلي مشي الحين استاذي الخبير. لحظه استاذي، استاذ علي لقد حقيقة تكلمت بكل التواضع منذ البداية، لكن هناك من يريد أن يحضر حتى يستفيد، وهناك من يريد أن يحضر حتى يشتبك معك. هذا الذي يريد أن يشتبك معك عنده سؤال جيد وعنده سؤال سيء. سؤاله الجيد قاله، وهو هل نتوقع من أوبك أنها تتكبد خسارة؟ تفضل جاوب لنا على السؤال. حاضر حبيبي. أنا الحقيقة كنت قبل أسبوع في الهواء مع وكالة سبوتريك الروسية وقلت نفس الكلام، وتقدرون ترجعون للرابط وتسمعونه الان. وحتى امس عفوا اول امس بس في جريده الرياض، اول امس اعتقد انه نشر هاللقاء، هذا نشر موجز اللقاء اول امس في جريده الرياض. ممكن انا بعد الحلقه ارسل لك الرابط، ممكن اعطيك على الواتساب. قلت نفس الكلام اللي بقول لك اياه ورد على الاخ محمد سؤاله. الان بعد الانهيار اللي صار في مجموعه من التغيرات اللي بتحدث للأوبك ولسوق النفط العالمية ولسوق النفط الأمريكي تحديدا، زين الحقيقة متوقع أنه أوبك بعد الانهيار الكبير اللي صار سابقا وتكرر حاليا وتكرر في أوبك بلس 2، إحنا مطالبين بإعادة النظر في سياسة اتخاذ القرار وتحديد حجم الإنتاج لكل دولة، وتحديد حجم الإنتاج النفط العالمي، وتحديد سقوف حجم الانتاج النفط العالمي، ومن هو وكيف يتخذ قرار التخفيض. لانه ان تظل العمليه كل دوله، يعني احنا شفنا ثلاث مواقف الان
دول رفضت التعاون بشكل كامل من داخل أوبك، ودول رفضت التعاون بشكل كامل من خارج أوبك مثل المكسيك قالت لك أنا بايع النفط المقدم لسنة كاملة، ودول مثل أمريكا قالت لك أنا ما أقدر أفرض على شركاتي اتخاذ قرار معين لأنه ذي يتعارض مع نظام داخل عندنا يتعرض يتمثل في الاحتكار التجاري. دول مثل كندا اتخذت إجراء غريب وجديد من نوعه وكان يعني سابقة، أنه أوفدت ممثل لمنطقة ألبرتا بحيث يحضر الاجتماع. شوف أول مرة في التاريخ، وأنا قلت هذا في مع سبوتنك، أول مرة في التاريخ أنه يحضر مو دولة تحضر ممثل منطقة تنتج النفط. فبالتالي أنا التوقع اللي أقوله وأسجل لك سيد خالد ودكتور خالد وأسجل للإخوان وقلته سابقاً وسجل إن شاء الله لي، أنه أنا أتوقع أنه ليس من المستبعد أنه في الاجتماع النفط القادم ربما يحضر رؤساء شركات تنفيذيين في مقاعد في اجتماع منظمة النفط. ليش؟ لأن منظمة الأوبك هي منظمة الدول المصدرة، الآن قد يتسع المجال لاستضافة جهات مؤثرة هي بحجم الدول في اتخاذ القرارات، ولكنها مؤثرة جدا في موضوع اتخاذ القرار الاستثماري في سوق النفط العالمي. بالتالي فعلا أتوقع أنه قد يحضر أو نشهد مثل هذه الحالة مستقبلا. نعم أنه عالم كورونا والتغيرات كلها، ولكن اعذرنا على تزاحم الأسئلة. فهذا الأستاذ رأفت المنيان يسأل: هل تعتقد أن حربا عالمية قادمة في الأفق بعد أزمة كورونا اقتصاديا، ومن هي أطرافها؟ وهذا سؤال رأفت. يعني الحقيقة أرجوك ذا أنا ما أبغى أدخل في جدال أو يعني توقعات واستعراض توقعات سياسية ما لنا علاقة فيها. أنا شخصياً أقول لك ما أتوقع أنه بيكون في حروب ولا غيره، وإحنا أتوقع أنه الدول حكيمة، وأنه الدول في حالة ضعف الاقتصادي لا تقدم على اتخاذ قرارات سياسية يعني رعناء وستكون لها عواقب وكوارث اقتصادية كبيرة. وإحنا أيضاً في سنة انتخابات أمريكية، وإحنا في إزاء ضعف عالمي بسبب الكورونا. بالتالي أعتقد سيناريو الحرب الكونية وما شابه ذي كلها افتراضات أعتقد بعيدة عن الواقع، ويعني وهذا مو مجال بس هذا رئيس التواضع يعني. أحسن. مرة ثانية الأستاذ كريم أبو حمد، الرجاء افتح كمبيوترك، افتح الميكروفون وتقدم سؤالك. يعطيك العافية أستاذ علي، كفيت ووفيت حقيقة. الله يطول. صاحب إعلان الرؤية 2020 2030 حزبه بين الضوابط والأنظمة، ضايقت بعض المستثمرين في التجارة وفي السوق. على ضوءها نتج إغلاق كثير من المحلات، هذا ملاحظ في الشوارع، محلات للتقبيل ومحلات الإيجار وكثير غادروا صحيح. السوق صحيح. هل نتوقع بعد الكورونا انفراج في تعديل هذه الضوابط اللي حقيقة أثلت كاهل التاجر، الضريبة المضافة بغض النظر عن ضريبة الدخل؟ حبيبي بيض الله وجهك وشكرا لك، فعلا أنت يعني جزاك الله خير قلت كلام صحيح. وزير المالية محمد الجدعان وزير المالية السعودي الآن في اجتماع الأخير اللي نشر في الصحف ونشر في القنوات التلفزيونية قال هذا الكلام، قال احنا منفتحين، وعدد انه تخفيض الرسوم وتخفيض الضرائب الحكوميه وقد نصل الى مرحله لالغائها، وفعلا تم الغاء بعض الرسوم، وفعلا تم تاجيل تحصيل بعض الرسوم، وفعلا تم تاجيل تم تقسيط تحصيل بعض الرسوم. بالتالي كلامك وارد. نعم الان الحاله اللي احنا فيها تتطلب من الحكومة اتخاذ هذا الموقف، أنه يتم تخفيف الضغوط الاقتصادية. يعني الحكومة تمتلك حلين، أما أنه تضخ فلوس وتنعش القطاع، ولا أنه لا تخفف الضغط على القطاع بحيث أنه تقلل الرسوم المحصلة من القطاع وتكون كأنه ضخت فلوس. يعني بدل ما تقلل فلوس وتضخها من جديد، لا تقول لك يا عمي فلوسك عندك ما نبيها، يلا راح يشتغل. وبالضبط هذا اللي قاعد يصير، هم الحكومة يشتغلون بالآليتين وبالاتجاهين، من جهة أنهم يضخون فلوس ومن جهة يكفرون الضغوط. ليش؟ عشان يستطيع القطاع بهالدعم هذا أنه يتجاوز القطاع الخاص. نتكلم لو لاحظت رفعت الضريبة على القطاع الصناعي على العمالة،
الضريبة المضافة. والآن المتضرر حقيقة الأكبر هو القطاع الصغير والمتوسط، لأن الآن بعد مغادرة العمالة وبعد ما خوي القطاع الصناعي كيف عمي كريم كيف رفعت الضريبة على القطاع الصناعي؟ ما فهمت كيف يعني ضريبة المضافة على الأيدي العاملة؟ لا، رسوم المقابل المالي أعفيت القطاع الصناعي يا أخوي. طلعت معادلة، أرجوك لو ترجع للنت تقراها، طلعت معادلة أنه أول شيء القطاع الصناعي بالكامل تم تخفيض رسوم العمالة المالية، وعطوه معادلة قالوا عشان أنت تشوفون وضعك فيه، إذا كان عدد العمال عندك أقل من 10 فأنت بالكامل معفى، إذا كان سقف معين والسعوديين يقابل مثلا نسبة معينة، أنا مو بذكر المعادلة حتى جيده في النت، إنما في النهاية القرار اللي طلع بالنسبة لي بدأ الأخ علي أفقد صوته، بالنسبة لكم الصوت واضح يا سمعي يا أنا سمعي نعم. فأقول لك الآن تم تخفيف رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة للقطاع الصناعي بالكامل، هذا أكيد، ولكن مثل ما قلت لك وفق الأنظمة والضوابط اللي موجودة تقدر ترجع لها. طيب خالد اللي باقي ثلث ساعة، الله خليك، باقي عندنا جزء كبير ما استعرضناه من المحاضرة. تفضل استرجعت صوتك الآن أستاذ علي، كمل. أي أقول باقي عندنا بس ثلث ساعة نبغى نخلص، الله خليك، باقي عندنا جزء ما كملناه للزبدة في الموضوع. يبدو أستاذي أن الغرفة مرتبطة باجتماع آخر، وبإذن الله سنجد وقت حتى نستضيفك، فما زلنا إلى عطائك مشتاقون. لكن خلينا نستقل ما بقى من الوقت، هناك حقيقة بعض الأسئلة في الشات. عفوا الجزء اللي باقي ده هو زبدة الموضوع، يعني تخليه في مرحلة ثانية في جلسة أخرى. أنا حقيقة سأكلم مجلس الهويدي أننا نحاول أن نستضيفك مرة أخرى، زين؟ هذا اللي أقول. لكن الآن بما أن ما بقى وقت كثير، زين، والغرفة هذه مرتبطة باجتماع بعد الساعة 12، فعليه لا خلينا لا نضيع وقت، وخصوصا أن هناك كثيرا يريدون أن يسألون، ولعل أولهم الأستاذ أحمد الشيخ. والأستاذ أحمد الشيخ مواطن طبيعي يعمل كممارس صحي، ويسألك ما هو الآن حقيقة أمامي في الشات أحد يسأل يقول خلي الدكتور يكمل، زين. فبالنسبة للأخوة المرتبطين بعد الساعة 12 نرجو يعطونا إفادة، هل ممكن نتجاوز على وقتهم في الغرفة ونكمل ولا لا؟ السؤال موجه بالدرجة الأولى للأستاذ محمد هويدي، الدكتور محمد هويدي، وإلى الأستاذ أبو رضوان. أما بالنسبة لي فأكمل سؤالي للسؤال الممارس الصحي الإنسان الطبيعي المواطن الطبيعي اللي هو الأستاذ أحمد الشيخ، والذي يقول ماذا ينبغي على المواطن العادي عمله في هذه الأزمة من أجل أن يطلع بأمور جيدة؟ وبدأت تتوالى علي الاتصالات كلها تطالب بأن الدكتور بالأستاذ يكمل، فبالتالي رجاء أحتاج استجابة من إدارة الغرفة حتى تعطيني ضوء أخضر نكمل أو لا. الآن تفضل بالإجابة على سؤال الأستاذ أحمد الشيخ. طبعا حبيبي مثل ما قلنا انه ايا كان وضعك انت كموظف او كمستثمر او انت الحقيقه يعني حد امرين، اذا وضعك المالي والاقتصادي طيب وجيد فانت حتتخذ قرار. انا اقول لك القرار الافضل هو انك بعد ما تدرس ان حالتك الماليه جيده وانك مؤمن وضعك المالي، ابحث عن فرص استثماريه تتناسب وخبراتك وخلفيتك التعليميه والمهنيه، وابحث عن فرص استثماريه ذات عائد عالي جيد وتكون مخاطرها محدودة قدر الإمكان. طبعاً الفرص الاستثمارية الآن أبشركم بتجيك على أفا من يشيل، يعني بتجيك فرص استثمارية بكل ما تتصور، كبير وصغير ومتوسط. ليش؟ لأنه في ناس كثير حيطلعون من السوق، واللي بيطلعون في السوق من السوق مو كلهم خسرانين، لا، بيطلعون من السوق لعدة خيارات مثل ما قلنا قبل شوي، أما أنه يكتشف أنه لو نقل استثماره لوضع ثاني بيكون أفضل، أو يكتشف أنه غير قادر على الاستمرار، بالتالي يتوجه إلى أنه يندمج أو يتكتل مع مجموعة مستثمرين آخرين أو كذا. المهم في النهاية أنت كفرد مثل ما قال الدكتور، إذا والله عندك فلوس مثلا عندك 10,000، عندك 50,000، عندك مليون، أنا أعتقد أنه أنت يعني ابحث عن الفرصة الاستثمارية اللي تراها مناسبة. إيش هي الفرصة الاستثمارية المناسبة؟ هذه طبعاً تختلف من شخص لشخص، وفقاً لخلفيته، وفقاً لطبيعة الفرصة المتاحة أمامه، وفقاً
تفضيلات الاستثماريه. في واحد يقول لك والله انا افضل استثمر في قطاع الصناعي، واحد يقول لك انا لا والله انا مزارع ابغى اشتغل في القطاع الزراعي، واحد يقول لك انا منفتح على اي خيار، واحد يقول لك انا ابغى استثمر مالي، انا ما لي في شغل، ابي اسهم، ابي بورصه، ابي سندات، ابي فالفرص هائله وكثيره ومتنوعه. بتشوف يمك بقاله بتنباع، بتشوف يمك مطعم بينباع، بتشوف يمك مغسله بتنباع. انا ما اقول راح اشتريها، انتبه الله يخليك. في اليه اللي كنا بنتكلم عنها اللي يمكن مره ثانيه ان شاء الله نستعرضها ونتفصل فيها بشكل كبير في جلسه ثانيه على الوقت الحين عليها. احسنت استاذي الخبير. لو حقيقه تقتصر اجابتك على اقل من دقيقتين لان مريدوك كثيرون. معليش انا ادري ان الدور للاستاذ سامي، بس اسمح لي يا استاذ سامي اني اقدم عليك الدكتور باقر العلي، حيث معليش حيث اني امون عليك. مو تمون علي استاذ، دكتورنا الدكتور باقر، دكتورنا يتفضل. مشكورة، شكرا سامي. دكتور باقر شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ خالد، وشكرا جزيلا استاذ سامي، والشكر موصول للمحاضرة القيمة اللي كنا فيها خلالها، كنا في كابوس يا دكتور علي. آسف جدا، ما خليتوني أقول الزين، أنا بقول الزين بس ما خليتني أقوله. والله كابوس يا دكتور. عموما أنا برضو بسأل عن كابوس ثاني برضو. أنا لسه قاري خبر إن الصين قررت إنها تستخدم عملتها المحلية في جميع معاملاتها التجارية. صحيح. هذا أكيد له انعكاسات جدا كبيرة على السوق العالمي. صحيح. وخصوصا المتعامدين بالدولار أو المرتبطة عملتهم بالدولار. صحيح. وإحنا عملتنا مرتبطة بالدولار. صحيح. فهل أول شيء ما مدى تأثير هذا القرار الصيني على الاقتصاد العالمي وعلى السعودية تحديدا؟ وهل خيار ان السعوديه او دوله عندنا يكون لها عدم الارتباط او فك الارتباط بالدولار كخيار بسبب ان الصين، ونعرف ان اليورو برضو احتمال يستخدم عملتهم، فهل هذا له تاثيرات علينا وكيف راح يكون تاثيراته؟ وش رايك؟ تحياتي دكتور، شكرا جزيلا على المحاضرة الجميلة. ولك الشكر موصول بحضورك الكريم وتداخلك الكريم. حبيبي الحقيقة باختصار، الموضوع اللي انت قلته موضوع يعني استراتيجي جدا، يمس الاقتصاد الجيوسياسي، ويمس بشكل مباشر مستقبل الاقتصاد العالمي اللي قلنا عليه قبل شوي، ما بعد كورونا، ليس قبل كورونا، وانه تتغير مواقع الدول وترتيبات التنافسيه وكذا. وطبعا العين مركز على الصين وامريكا، وقلت لك في البدايه دكتور انه امريكا بدات بحرب تجاريه مع الصين 3 سنوات، ترملت الاقتصاد الصيني بشكل كبير، من كان نمو 11 ونص وكذا و12 واعلى كان، الى وصل تدهور الى مستويات 5 و6 والحين وصل في الحدود. فبالتالي اكيد ان الصين سترد، ولا سيما في معلومه مهمه انه اذا قلنا ان امريكا قالت في غمضه عين وفي اجتماع كذا طلع انه احنا بنضخ 2.3 تريليون دولار، والرقم المعلن 2.3 تريليون دولار هو الحزم المعلن عنها، ولكن المحللين الاقتصاديين قالوا في تقارير مسحبه انه سيصل الى 6 تريليون دولار. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني انه بيصير في اغراق في السوق العالمي بالدولار الامريكي، هذا حتما سيمس بشكل مباشر قوة الدولار ومصداقية الدولار وقبولية الدولار لدى الدول العالمية. وطبعا على رأسهم الصين، الصين هي أكبر مستثمر في سندات القطعان الأمريكية، وهذا الرافعة الأساسية المهمة للاقتصاد الخارجي الأمريكي. يعني الاقتصاد الداخلي الأمريكي قوي بتعامله و ولكن الاقتصاد الخارجي أهم رافعة له هو قبول العالم، وإذا بسبب استثمار الصين فسندات الخزانة تحفظ هذا القوة وتحفظ هذه القابلية. إذا الصين قررت مثل هذا القرار الآن، هذا معناته يعني توجيه صفعة قوية جدا للاقتصاد الأمريكي، سينجم عنها آثار خطيرة ما في شك، سينجم اقتصادنا دكتور، اقتصادنا حنا وإيش اقتصادنا إحنا حبيبي. اقتصادنا إحنا حبيبي، إحنا مرتبطين بالدولار، سياسة ارتباطنا بالدولار هي يعني مرت ب تطور كبير، الحين ما في وقت صراحة نستعرضه، ولكن بشكل عام بشكل مختصر يعني الآن سياسة ارتباطنا بالدولار ما زالت قائمة، وما زال الدولار هو العملة المرتبطة احنا فيها في صرف الريال السعودي، واحنا ننفذ عمليات بيع البترول بالدولار اللي يسمونه البترول دولار.
الكلام في أنه قد يتغير هذا القرار، قد يفك الارتباط، قد يعوم، قد يفك الارتباط جزئياً، هذا والله قرار يتخذونه أكيد يعني وزارة المالية وبس النقد والجهة السياسية في البلد، أنا ما أدري. لكن أنا بقول لك أنه حتى لو قرروا يفكون الارتباط بالدولار سوف يتم هذا القرار بالتدريج وعلى مراحل، ما حيتم بشكل مباشر وسريع. يعني بيتم مثلاً تقليل الاعتماد على الدولار، مثلاً بدلاً ما يكون مغطى بالدولار 100% يصير بعدين مغطى بالدولار 80% 75% بعدين يقللون شوي شوي إلين يعني يوصلون إلى مستوى معين، يدخلون استثمار بعملات أخرى، يورو، ين، فرنك سويسري، وان صيني، يعني يسوون سلة عملات، ينوعون استثماراته بحيث أنه يقل عشان ما يصير الضرر بعدين لا سمح الله في حال. وذي كلام مستبعد على فكرة دكتور، يعني مو بالآن يعني بلا سنين مستبعد. لكنه الحكومة السعودية صراحة أنا عصرت الاقتصاد السعودي يعني 20 سنة وشفت التطورات الواضحة، شفت كيف تعاطوا مع الأزمات السابقة في الخليج الأولى والخليج الثانية وانهيار الأزمة العقارية في 2008 وانهيار سوق دبي، دائما يتخذون إجراءات احتياطية سباقة، دائما يأمنون نفسهم قبل الوصول إلى مرحلة الخطر. لذلك ظل الريال وظل الاقتصاد السعودي قوي ومتين وراسي، وأعتقد أكيد حتما أنهم عارفين هالظروف. وضع الاقتصاد السعودي قوي ومتين وراسي، جمل مطمئنة بلا شك، والوقت بدأ يكبس علينا فلا نريد أن ينقطع. أخيرا طلعتنا من الكابوس. لا نريد أن ينقطع عنا البث الإلكتروني، لأن نحن وصلنا 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 إلى مرحلة حرجة. ولكن دعني أقول لك أن الانقطاع، أن الإقبال على محاضرتكم منقطع النظير، فما زال فوق 55 مشارك، وجاءني الأمر من مجلس الهويدي أنه سيتم استضافتكم في لقاء قادم حتى تكمل أستاذي الخبير هذه المحاضرة الجميلة. ولكن برا بوعدنا للأستاذ سامي أبو حمد سيكون سؤاله هو الأخير ونختم بعدها، أرجو أن يكون السؤال سريع والإجابة سريعة حتى لا يقطع علينا إلكترونيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك أستاذي الفاضل علي، صراحة محاضرة قيمة، استفدنا منها الشيء الكثير، وإن كان فيها بعض الأشياء اللي تزعج بعض النفوس، ولكن المعلومات مهما كانت قاسية فلا بد أن تقال لكي الواحد يستطيع أن يأخذ قرارات المستقبلية وهو مطمئن. أستاذ علي، أنا أتكلم معك كمواطن عادي ليس مستثمرا ولا تاجرا، ما هي النصائح التي تطرحها علي لكي أستطيع أن أوفر لما هو في المستقبل؟ مواطن عادي جدا، سواء كنت موظف شركة، كنت موظف قطاع عام، كنت صاحب تجزئة بسيط، ما هي اطروحاتك واقتراحاتك لكي استطيع ان اتعدى هذه المرحلة؟ الحقيقة يعني هذه مجموعة نصائح انا كنت بقولها في الجزء اللي يقول الحين دكتور خالد، ان شاء الله بعدين استكمل الوقت خلص بستعرض هالموضوع. لكن باختصار استاذ سامي، اول شيء شكرا للطفك وكرم أخلاقك ومدخلتك الكريمة. الحقيقة يعني كإنسان عادي مثل ما قلنا، أنك أما أنت مستثمر ولا أنت موظف ولا أنت رجل عادي مثل ما تفضلت، بس يعني عايش على دخل عندك معين، الفكرة أنه الله يخليك تقليل مصروفاتك اللي ما لها داعي، يعني ضبط مصاريفك المالية الآن، تحاول دائما تلتزم بخطة تمويل مالية معينة، تحط لك ميزانية مالية معينة لمدة 3 شهور بحيث انك تضبط مصاريف فيه قد ما تقدر، عشان احنا ما ندري ايش اللي مقدم عليه. في حال ان شاء الله تحسن الوباء وانجلاء الازمة معناته الامور بترجع تسفر، وخلال 6 شهور ان شاء الله ترجع الامور بعدين تصير طبيعي ونرجع لمداخلنا السابقة. لكن في لا سمح الله حال انه حدوث كارثة لا سمح الله اكبر من ما احنا فيها، معناته انه قد تطول وقد لا سمح الله ندخل في انعطافات كبيرة، بالتالي يجب ان نكون عندنا قوة مالية كاش، لازم يكون عندنا كاش وعندنا أصول قابلة للتسهيل بشكل سريع عشان نقدر نتصرف فيها. لكن هالسيناريو إن شاء الله حين وفق المعطيات حالية مستبعد إن شاء الله. لذلك أنا أرجوك يعني حاليا أنه أهم شيء أنه أنت وفقا لوضعك، يعني ما أدري إذا عندك فلوس حافظ على فلوسك قد ما تقدر، لا تستثمر الآن، انتظر شوي لما تستقر الأمور تشوف فرصة استثمارية تدرس بعناية وتشوف مستقبلها جيد
ومستقبلها انتبه مستقبلها انه الفرص بتتغير، خارطة الاستثمار الان الحالية بتتغير وفق الظروف الجديدة، في اشي جيد الحين بصير بعدين سيء، في اشي سيء الان بصير بعدين زينة. لذلك انا اقول لا تستثمر الحين، انما ابحث عن الفرص الاستثمارية، ما يمنع انك تقتنص الفرص الموجودة وتخليه تحت المنظار وتقارن بينها وتقيمها وتشوف بعد انجلاء الأزمة تكون أنت يدك سباقة بفلوسك جاهزة أنك أنت تستحوذ على الفرصة اللي تراها أفضل. وفي نفس الوقت اللي ما له في الاستثمار وبعد عن الاستثمار، أنا أقول بظل الكاش بمثابة الملك، وفي فرص يعني في مجالات الاستثمار عن طريق قنوات استثمارية ستتاح لاحقا بعد الكورونا، هي موجوده الان لكنها ستتطور وتتسع وبتصير مجال يعني قناه استثماريه اكبر. طبعا حتى على المستوى الاستثمار القنوات الاستثماريه الحكوميه، بنك التسليف، بنك التنميه الاجتماعيه بيكون له دور كبير في هذا الموضوع، او بيجيكم بتسمعون الاخبار، وفي قنوات استثماريه اخرى بتصير موجوده وصناديق استثماريه بتصير موجوده بتصير تسهل عمليه الاستثمار عشان تنتشل دخول المواطنين، يعني تنتشلها من الحاله اللي فيها وتعطيها قنوات استثماريه مامونه. بالتالي في فرص استثمار كثيره وجيده، ولكن مثل ما قلت لك المهم الان ان احنا ما نندفع، المهم ان احنا نتصرف بحكمه، نقيس الوضع ونقيم الوضع بشكل دقيق وامن وبعدين نتخذ قرار. ومن باب التصرف بحكمه اني استعد لانهاء اللقاء الان، واول ما اشكر حقيقه ضيوفنا المميزين الذين صبروا علينا والذين واصلوا من بدايه اللقاء حتى نهايته، والله لو ترى مشاركتهم في الشات واصرارهم على ان تكمل او في الحد الادنى ان يكون هناك محاضرة أخرى. وأذكر منهم الآن مثلا أمامي الأستاذ جواد الناصر يشكركم جميعا، وقبله الأستاذ فرحان، وقبله الدكتور عبد الرحمن العتيبي، فالجميع يشكر. وحقيقة بعد أن نشكرهم لا ننسى، وهنا أمير أيضا حسن يشكر، وفي ظل الشكر لابد أن نذهب إلى مضيفنا الدكتور محمد آل هويدي في ديوانية آل هويدي، فهذا بيت كرم وبيت علم، وبالفعل حولنا إلى ليالي معرفية رمضانية. وفي حقيقة من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولا بد أن نشكر محاضرنا الأستاذ الخبير الأستاذ علي أبو خمسين، أنا شخصيا أثريت بهذا النقاش، فشكرا جزيلا لك. شكرا لكم جميعا، وأعتذر على الإطالة، وأعتذر إذا كان طرحي سيء يعني أزعجتكم بمعلومات، لكن مثل ما قلت لكم